هاي بول هي نيورو سنس اللي عندها فوز انها تحول الفوز ولا في مكان اسمه الكوره السيراتا، احنا سميناها سيراتا لان زي ما انا راسم كده بدايه الرتره ايه ده بريتريال وانتيريلي هي السرات الان دي اللي هي شمول بتنتهي سنترالي اراوند الاوبتيك ديسك. الرتره بتاعتنا احنا اتفقنا انها 10 لاي ب 10 طبقات، وانا هبدا ارص الطبقات بتاع الرتره بتاعتي من بره لجوه، يعني هبدا اخد جزء كده من الرتنا وارص اللايرز ال 10 لايرز من عند الكورايد اتجاه الفيتروس. انا كده راسم ال 10 لايرز دول، انا هنا الكورايد وبالتالي هنا فيتروس، دي اوتر موست لاير عندي اول لاير اسمها ريتنال فراجمنت ابيثيليوم، اسمها الفوتو ريسبتور لاير. احنا طبعا هم النوعين من الفوتو ريسبتور في الرتنا، نوع اسمه الرادس ونوع اسمه كونز، وبعدين عندي ممبرين اسمه external limiting membrane، then cells فيها نيوكليا اسمها outer nuclear layer، then relay كده اسمه outer platform. واحنا كل ما هو ناحية الكورويد وبالتالي ناحية السبيرة بقول عليه outer، وكل ما رسمه ناحية البيتلس بقول عليه inner. إذا cells أول cells فيها نيوكليا سميتها outer nuclear، الريلاي ده أنا سميه outer platform، وبالتالي طبعا دي outer nuclear اللي اسمها inner nuclear، ويبقى الريلاي ده اسمه inner platform. دين جانجل انسان ليه احنا اتفقنا بيطلع منها حوالي مليون اكسونز، وهم اللي هينشوا بلاير اسمها النيرف فايبر لاير اللي بيتجمعوا في الاخر عشان يعملوا اب نيرف. قلنا عندي ممبرين فاصل ما بين الرتنا والديترس اسمه انترنال ليميتنج ممبرين. احنا اتفقنا ان الرتنا بتاعتنا الحقيقه هي 10 لايرز، لما صففناها كل طبقه ليها نيم او ليها نوع اسم لوحده، لكن في الحقيقه الرتنا بتاعتي عباره عن ثلاث محطات كبيره مبنيه على بعضيها. يعني لو انتوا فاهمين كويس الضوء بتاعي بيجي من خلال الكورنيا ويعدي على الفيتروس عشان يوصل للرتنا. مين اللي بيتفاعل مع الضوء؟ مين اللي بيستقبل الضوء ويحول الايكوكسس؟ بدايه الرؤيه الحقيقيه فعلا ان الفوتو ريسبتورز الراس والكوز هم اللي بيحولوا الضوء في ترانسفير لايت انتو ايكوكسس. اذا الضوء المفروض بيجي كده من خلال الفيتروس عشان يوصل للاير اللي هي اسمها الفوتو ريسبتور لاير اللي هي الراس والكوز. هنا الراس والكوز لو ركزتوا في الرسمه هتلاقي رسم لك ده رات واللي فوقيه ده سيل، هي دي السال بتاع الرق وده العكسون بتاع الرق وده كون، دي السال بتاعته اذا وده العكسون بتاع الكون. طيب اذا واضح ان ده اسمه على بعض الرق سيستم، الضوء بيقع على الرق والكون بتحول الامبلسز، الامبلسز تمشي في الاكسونز بتاعته عشان تعمل ريلاي مع السال دي. السال دي اللي هي موجوده في الانر نيوكليا اللي هي ليها اسم تاني بنسميها باي بولر سال. باي بولر لان ليها قطبين، يعني كل اللي بتعمله انها تاخد الامبلس مجرد موصلات زي مشترك، تاخد امبلسز من الاكسونز بتاع الرادز والكونز تحولها للدندرايد بتاع الجانجل سيل اللي هيطلع منها من الناحيه الثانيه بقى مليون اكسونز بالرابط نيرف. وحيث ان واضح كده ان الضوء وصل هنا او الامبلسز حصل لي الامبلسز مره هنا وبعدين مره هنا عشان يوصل في الاخر للمليون اكسونز بالرابط نيرف، تبدا بقى الامبلسز توصل مره بعيد عشان تكمل في بقيه الفيديو الخاص بي. فاذا الرتنا بتاعتي عباره عن ثلاث شرايح مرتبطين ببعض، اول جزء اللي هو الفوتو ريسبتور بالسيل بالاكسون بتاعه، ثاني ريلي او ثاني جزء عند الباي بولر سيل اللي بتاخد امبلس من هنا لهنا، والثالث هو جانجل سيل بالاكسون بتاعه. الرتنا بتاعتي 10 لايرز، لكن الاوتر 5 لايرز اللي هو الار بي اي الفوتو ريسبتور الاكسترنال ليميتنج ممبرين الاوتر نيوكليار لاير الاوتر بيكسبول لاير، الاوتر لايرز دول بياخدوا نيتريشن باي ديفيوجن فروم دي كورايد، لكن الانر 5 لايرز اللي هو يعني inner nuclear, inner pacemaker, ganglion cell layer, nerve fiber layer, internal limiting membrane دول بياخدوا نيوتريشن عن طريق ال CRA السنتر ريتنال ارتري والبرانشز بتاعته. اذا احنا عرفنا الريتنا بتاعتي وكلها جزئين outer layers عن طريق الكرويد, inner layers عن طريق السنتر ريتنال ارتري والبرانشز اللي بتدخل من وسط الاوبتيك نيرف، وهيبدا هذا الاوبتيك يتقسم لابر ولور برانشز وكل برانش منهم للنيزل وتامبر عشان يروح لكل مكان في الرتنا، وده مسؤول عن النيوتريشن بتاع الانر فايف لايرز. وطبعا احنا عارفين ان مفيش ارتري بيدي نيوتريشن مباشره، لازم التشينج في مطاري الكابيلاريز، عشان كده الارتري بتاعي بيتقسم لكابيلاريز، وانا عندي تو ليفلز اوف كابيلاري بلكسس، عندي كابيلاري بلكسس ويزن ذا نيرف فايف لاير دي اسمها السوبرفيشال بلكسس، وعندي انذر بلكسس ويزن ذا انر نيوكليار لاير عشان كده نضمن ان الانر فايف لايرز ياخد نيوتريشن بطريقه محترمه.
طيب طالما عندي اكتشينج ما بين البلد وما بين الريتنا لازم يكون في بارير او حارس يحمي الريتنا دي من التوكسين اللي قد تكون موجوده في البلد. واذا انا عندي اول اكتشينج بيحصل ما بين الكورايد والليرز الاوتر كان لازم يكون عندي بارير عن بوابه او عن مكان الاكتشينج. عشان كده بنقول اللي بيعمل بارير ما بين الدم وما بين الريتنا هو التايم جانكشنز ما بين الريتنا البيجمنت ابيثيليا. اذا كل السيل لازقه اللي جنبيها عشان نمنع التوكسين ماتيريال اللي توصل للريتنا وده اللي بنسميه الاوتر ريتنال بلاد ريتنال بارير او ده ايه بلاد ريتنال بارير. اذا الاوتر ريتنال بارير مين اللي عامله؟ الار تي اي عن طريق التايم جانكشنز. طيب الاكستشينج الثاني بيحصل ما بين الكابيلاريز وما بين الانر فاين لايرز. عشان كده بنقول اللي عامل الانر بلاد ريتنال بارير هو الاندوثيليوم اللي لاجن الكابيلاريوري. ده كابيلاري سيجمنت الاندوثيليال سيلز بقى كل واحده فيهم لازقه في اللي جنبها والتايم جانكشن ما بين الاندوثيليوم والكابيلاريز هو ده اللي عامل الانر بلاد ريتنال بارير. خلي بالكم ان احنا بنقابل حالات من الهامورج ثلاثه. لو الهامورج بتاعي النزيف جاي من السوبرفيشال نكسس السوبرفيشال نكسس موجود فين؟ النير فايبر لي ساعتها النزيف هياخد شكل السبيس المتاح بما انها اكزون ماشيه كده بالعرض ثلاثه فالنزيف دايما هياخد شكل السبيس المتاح فيبقى عامل زي فلايم شيب يعني زي الصوت زي شط زي ضوء الشمعه. لكن لو النزيف جاي من الديب لاكسس النزيف هياخد شكل السبيس المتاح يعني هيبقى شكله كده ضغط. اذا لو سمعت كلمه ضغط هامر ثلاثه يبقى النزيف جاي من الديب لاكسس وزن الانر نيوتيال. لو سمعت كلمه فلايم شيب هامر اعرف ان النزيف جاي من ايه؟ من السوبرفيشال لاكسس الموجوده في النيرف فايبر لي. طيب ده ملخص الاناتومي او اللايرز الاستولوجي بتاع الرتنا او الميكروسكوبيك اناتومي او ده. طبعا الجراس اناتومي او الرتنا هوريكم صوره بسرعه للنورمال فاندس عشان نبدا نقول لكم بقى الكلام المهم. طبعا لما نيجي نبص على النورمال فاندس طيب ده الجراس انا او ده بيكتشر اوف نورمال فاندس. بص معايا طبعا انا باجي ابص على قاعده ايه انا اول جزء عايز ابص عليه في الريتنا هو الاوبتيك ديس. طبعا الاوبتيك ديس في الريتنا سمايلي ليزر يعني مش موجود في السنتر بالظبط. الديامتر الافرج ديامتر بتاع الاوبتيك ديس ده كلام معاك من الجلوكوما 1.5 مللي. الاوبتيك ديس عارفين ان هو جزئين اللون الابيض اللي في النص اتكلمنا عليه في الريفيجن اللي فات سميناه اوبتيك كاب واللون الاحمر اللي في الاطراف سميناه نيورو ريتنال ريم. وبعدين عندي جنب الديسك في مكان دارك يعني في دارك اريا في الفندس ده سلايتلي تمبرت في الديسك بسميه الماكيولا. طب ليه الماكيولا في الحقيقه في الريتنا بالذات از دارك اريا؟ حطوا بالكم الجنرال باك جراوند بتاع الفندس الجنرال باك جراوند بتاع الفندس لون هوماجر سيرنج كده لون احمر وده لون البلاد اللي موجود في الكورال. طيب الانفلاميتوري ستايم اللي موجود في الكورال على الرغم ان انا قلت لك دلوقتي احدى طرقات الريتنا لاير اسمها ريتنا فيجمنت ابيثيليوم. اولدو ان انا عندي لاير اسمها ريتنا فيجمنت ابيثيليوم يعني رغم ان انا عندي لاير كده مليانه فيجمنت لكن قلت لك في الاخر ان الريتنا بتاعتي ترانسبرنت وي كان سي اندر لاين كورال. وده هنا الحقيقه ده معناه ان الريتنا بتاعتي نوت هايلي ترانسبرنت نظرا لوجود هذه اللاير يعني مش شفافه قوي. والدليل انك انت مش شايف الكورال غير بس الكلر اللون اللي انت شايفه ده مش شايف الديتيلز بتاع الكورال. لكن لو ركزتوا في الرسمه اللي انا رسمها هنا رسم لك ار تي اي اطول شويه وده حاله وشكل الار تي اي في مكان الماكيولا. اذا عند الماكيولا الار تي اي الرسمه البيجمنت ابيثيليوم تولر وطالما تولر هي فول اوف مور ميلانين وطالما كميه الميلانين اكبر في مكان الماكيولا فالترانسبرنسي بتاع المكان ده هتقل فدرجه اللون الاحمر اللي هتبان من خلالها هتبقى اقل. كده دايما لما تيجي تبص على طرح ايه اول ما تلاقي حته دارك والمنظر ده اعرف على طول ان انت عند مكان الماكيولا. اذا الماكيولا متاكده ان الدارك اريا في الفندس هي موجوده سلايتلي تمبرد تو ذا ديسك. لكن اوعى تنسى ان في وسط الماكيولا في مكان مهم جدا اسمه فوبيا سنتراليس. اسمه فوبيا سنتراليس اشمعنى مهم جدا؟ اصل الفوبيا المكان الوحيد في الرسمه الميد اوف اوتر 3 لايرز اونلي. بصوا الرسمه اللي انا رسمها دي
رسمه اللي هي الذكريات. انا رسم لك 10 طبقات، ادي الفوتو ريسبتور، ادي السيل بتاعته، ادي الاكسون، ادي بقيه الطبقات. اذا عندي دي 10 طبقات، وكان لو اعتبرت مثلا ان وشي هو الرد او جول، فبقيه الوصلات اللي قدامه بالمنظر ده الا في مكان الكون. بصوا انا رسم لكم رسمه هنا، رسم لك كون. مش معنى اجزمت ان الفوبيا فيها كونز، لان احنا عارفين ان الكونز سي فور سي موجوده في السنتر، مش كده؟ اذا الكونز ودي السال بتاع الكون، لكن بقيه الطبقات عامله كده. اذا خدت بالك الطبقات عامله ازاي؟ فكده الضوء لما يجي يقع هيقع مباشره على الفوتو ريسبتور. بص النفع ده، اذا الضوء لما بيجي كده من كلام الفيتشرز كده هيقع على طول على الكونز اللي موجوده في الفوبيا. عشان كده سيادتك ترى رؤيه واضحه جدا، لا يعد لها رؤيه بالمكان بتاع الفوبيا، لان تصميم الفوبيا اناتوميكالي ميد اوف اوتر 3 لايرز اللي هم الكونز، الممبرين، السيلز بتاعتهم. هتقول لي طب ما في لاير وراهم، ما يهمنيش اللي وراهم اللي هي الريتنا بتاعت التفسير، انا يهمني قدامها قدام الكونز في ايه. فاذا بقيه الطبقات موجوده فين؟ هي موجوده برضه، بس موجوده فين؟ اون ذا سايد. وبالتالي الفوبيا هي في وسط الماكيولا. الدايمتر بتاع الفوبيا تحديدا 1.5 مللي، يعني تقريبا قد الدايمتر اوف ذا ديسك. الفوبيا تقريبا نفس الدايمتر اوف ديسك. It appears as an inner depression. يعني ايه an inner depression؟ يعني كانها حفره في وسط المكس. ليه؟ عشان هي كتير، هي ارفع كتير عن بعيد الرتنه اللي حواليها، فبتبان زي حفره او depression في وسط المكس. اذا اوعى تنسى ان الفوبيا سنترالس made of outer three layers only and the remaining layers موجوده على الاجناب زي ما انتم شايفين الرسمه، يعني موجوده on these sides. طيب اذا نكمل تاني النورمال فاندس بتاعنا. إذا احنا هنعلق على الديسك، هنعلق على الماكيولا، ونستشهد فيه فاسه بالسرعه. واحنا اتفقنا ان الوول اوف ذا بلاد فاسلز ترانسبيرنت، تخيل يعني دار الاوعيه الدمويه في الرتنا ترانسبيرنت. اللي شايفه انت سيرتك ده لون الدم اللي جوه، عشان كده بنقول الارتريز لازم بتبان برايت ريد ان كلر، لكن البين دارك ريد. لان طبعا الاكسجينيتد بلاد اللي موجود في الارتريز هو اللي بيخلي اللون فاتح شويه، ودي اكسجينيتد في البين هو اللي بيخليه غامق شويه. كمان الحجم الارتري تلتين البين. والمعلومه الثالثه المهمه ان في كل مكان بيحصل فيه كروسنج الارتري اللي هو لونه افتح ده هيعدي السوبرفيشال والبين ديب. دي معلومه مهمه قوي، هنتكلم دلوقتي عن موضوع اسمه بين اوكلوجن. يعني لما البين بتاعتك فرقت على تتقفل او تتسرب هيكون احد الاسباب مرض مصيب الارترز اسمه ارتيريوسكليروزس. ارتيريوسكليروزس يعني تصلب الشرايين، والسبب هنا واضح الاناتومي. ده الاناتومي بيقول ان الارتري والبين في اي مكان فيه كروسنج الارتري فوق والبين تحت، وبالتالي الارتري ده بقى ريجيد هيدوس على البين يقفل. طيب اذا المعلومات المهمه عن الارتري بالبين ان الارتري تلتين البين، يعني حجمك اصغر، لونه افتح يعني برايت ريد كلر. الحاجه الثالثه ان في الكروسنج الارتري سوبرفيشال والبين دي. الجنرال باك جراوند اوف ذا نورمال فاندس هي ريد كلر. اذا ده النورمال فاندس بتاعنا. تعالوا انت بقى نشوف الامراض اللي ممكن تحصل فرقة. اول مرض مهم جدا ده كلاس ايه اسمه سنترال ريتنال ارتري اوكلوجن. هنا لو قفلت الشريان الرئيسي الشبكيه هيحصل كارثه سوداء، لان للاسف السنترال ريتنال ارتري بتاعنا ده ان ار جي، يعني ملوش انسمودس. وانس لو اتقفل مفيش اي بلاد سبلاي هيدخل للبرانشز، وساعتها البني ادم ده هيجيلك الحوادث عند الصدم ماركت لوس اوف فيجن. اذا الشكوى المهمه جدا صدم بينلس ماركت لوس اوف فيجن. اذا عليها هيجي يشتكي بنظر راح سادنلي، ولما تسمع كلمه سادن اونست اوف تتش يبقى الموضوع حصل في خلال ثواني ودقائق، لان احنا عندنا اونست ثانية، عندنا حاجه اسمها رابيد. رابيد يبقى بتتكلم على مدار ساعات وايام، اما جراديوال بتتكلم على ديوريشن اطول، يعني خلال اسابيع وشهور. اذا هنا احنا بنتكلم سادن بينلس. ليه بينلس؟ لان الريتنا بتاعتي نوت سنسيتيف تو بين. سادن بينلس ماركت لوس اوف فيجن اكسبت 20% فقط من الناس مش هيحصل لهم هذا لوس اوف فيجن. مين دول؟ بالظبط دول عندهم برانش طالع مخصوص من اللاترال ايدج اوف ذا ديسك رايح لسبلاي الماكلة. هذا البرانش اللي رايح لسبلاي الماكلة اسمه سيليو ريتنال ارتري. وبالتالي الناس اللي عندهم السيليو ريتنال ارتري لما تقفل السنترال ريتنال ارتري كل الريتنا تموت ما عدا مين؟ ما عدا الماكلة. واضح كده من اسمه. اسمه ايه؟ سيليو. يعني جاي من ايه؟ جاي من الشور فاستيريور سيليري ارتري. واحد منهم هو اللي هيديني البرانش ده. اذا
العيان عنده السادن بينلس ماركت لوس اوف فيجن اكسبت 20% عندهم هذا السيل ريفرنس. حلو. تعالوا بقى نشوف شكل قاع العين هيبقى عامل ازاي للبني ادم اللي عنده ارتري. بصوا معايا دلوقتي لما انا قفلت المين ارتري كده مفيش بلاد هيدخل البرانشز. فتبص تلاقي الدايامتر بتاع البرانش الارتري دور ريفرنس اتنويتد. يعني ايه اتنويتد؟ او كولابس يعني فاضيه. فبالتالي الدايامتر اللي قليل قوي يعني الارتري رفيعه جدا. انت لو لقيت البرانش اللي داخله دور ريفرنس اتنويتد على طول تتوقع ان البين ترانك بتاعك مفقود. الحاجة التانية قلت لكم الصاين مهمة جدا ان البين بتبقى سيجمنتد. يعني ايه بين سيجمنتد؟ بصوا يا جماعة احنا اتفقنا اللي احنا شايفينه في الصورة دي شايفين ده بين الجامد قوي ده. شايفين البلاك كولم ازاي كونتينيوس؟ اللي بيخلي البلاك كولم كونتينيوس كده البريشر الارتيريا بتلس. وانا اديتكم مثال قلت لكم لو انت عندك حنفية مية بطل فيها خرطوم طويل قوي فتحت الحنفية هتلاقي المية خارجة من اخر خرطوم. لكن لو قفلت المية هتلاقي الخرطوم ده مش فاضي فيه ميه. يعني ودانك لو عملت كده هتلاقي نازل الميه اللي فيه. طب هو ليه الميه ما بتخرجش دلوقتي؟ لانك قطعت البريشر، مفيش حاجه بتزق الكولم القوطر فوقف استاجنس في مكانه. نفس الفكره اللي كانت بلاد كولم كونتينيوس كده وماشي هو البيت بصوره مستمره هو الارتيريا بتاعته ماشي. لما تقفل المارتر اللي قبل البيت تقفل تعمل انا سالت طريقه من الارتي كده مفيش دم داخل ديبريشن فالدم يقف استاجنس في البيت. فتبص تلاقي البين لو ده انا رسم لك هنا سيجمنت كده في بين هنقول الازرق ده بين والاحمر ده بلاد كولم اللي جواه هتلاقي البين بتاعك كده الدم بقى فيه ستاجن فيبدا يتقطع. يعني يبدا يبقى حته فيها بلاد حته لا حته فيها بلاد حته لا وده اسمه سيجمنت البين. اذا لو تشوف كلمه سيجمنت البين تعرف على طول ان الارتر اللي قبل البين اتقفل عشان كده مفيش كونتينيوس بريشر عشان كده بلاد كولم بيبقى ستاجنت جوه البين. طب ايه كمان؟ لما تقفل المين ارتري هيحصل اسكيميا في اي لاير في الريترا. عشان لو انا الريترا في الاسئله الثانيه الاوتر لاير بتاخد نيوتريشن من الكرات يبقى اكيد هيحصل اسكيميا اذا في الانر لاير. الانر فايف لاير هيحصل فيها سادن سيفير اسكيميا. اللاير الحقيقه اللي هتسافر بصوره واضحه تعمل تشينج تلاقي كان واضح في الريترا هي الجانج نفس اللاير. هيحصل فيها الاول كلاود سوالين ذن كلوزز في خلال ساعات قليله قوي. واول ما يحصل هذا التشينج في الجانج نفس اللاير اول ما يحصل دامج فيها هتلاقي اللير دي كلها ضربت ابيض. خلي بالك بقى الريترنا بتاعتي ترانسبيرنت مش كده؟ فلما يبقى لونها ابيض الريترنا يبقى اذا اللون الاحمر اللي ورا ده اختفى. اللون الاحمر هيختفي اذا وهتبقى الريترنا كلها مغطيه بطبقه من اللون الابيض ده. هي كلاودي وايت ريترنا كلاودي وايت كان ذا ستاد. ايه رايك الريترنا كلها تبقى كلاودي وايت الا مكان واحد؟ مين المكان ده؟ المكان اللي مفيش قدامه. خدوا بالكم من الحته دي مفيش قدامها جانجلين سيلز. إذا المكان الوحيد اللي مش هيبقى قدامه لون أبيض هو مكان الفوبيا، لأن الجانجليون سيلز بتاع الفوبيا موجودة على الصعيد مش قدامها، فإذا المكان الوحيد اللي هيفضل ترانسبيرنت زي ما هو مكان الفوبيا، ولما يفضل ترانسبيرنت يعني تشوف إن كان لون الأحمر، فتلاقي الريترنا كلها ضربت أبيض ما عدا الفوبيا الأريا، وده بيديني ساين زي دي، تلاقي الريترنا كده كلها لونها أبيض ما عدا المكان ده اللي هو الفوبيا يبان لونه أحمر زي ما هو أو يفضل ريدنج كلر. الفوبيا طول عمرها ريد مش كده؟ بس ريد في وسط ريتنا ريد يعني لما يكون في احمر في وسط احمر عمرك ما تاخد بالك منه. لكن لما لاول مره الفوبيا بيبقى لونها احمر في وسط مكان كله ابيض فاللون الاحمر كده يبقى مميز قوي. عشان كده بيدي تشبيه ادبي كده بسميها تشاري ريد سبوت. يعني عامله زي الكريزايه كده تبص تحطها حاجه مميزه جدا. اذا لما تسمع كلمه تشاري سبوت لازم تتوقع على طول انك قدام حاله سي ار اي او. اذا الهول مارك الثلاثه ساينز مهمه جدا على مستوى قاع العين في حاله الارتري اوكلوجن ان الارتريز اتنويتد البين سيجمنتد الريترنا شو شادي ريد سبوت نتيجه الكلاودي وايت سوالنج اللي هيحصل في كل الريترنا ما عدا الفوبيا. عايز اوريكم صوره تبين قد ايه الفوبيا بتبقى مميزه. شايفين هنا الكلاودي وايت كلر هو مش هيبقى لون ابيض لون البورد يعني تخيل انها تبقى توتال اوبيك لكن هيبقى اللون الابيض بيل كده او كلاودي وايت وتلاقي الفوبيا كده مكان مميز وسط هذا اللون الابيض. اذا لما تشوف صوره بالمنظر ده توقع تماما ان انت عندك سي ار اي او. طيب هنا ايه المصير بتاع البيشن ده؟ احنا قلنا ان احنا كلنا كده لما بيحصل جلطه
في بي بتر كبير هو اسمك ارك او بي بيحصل ريليس كده حاجه اسمها اندوجينس فايبرينولايت زي البلازمالجي فيبدا يحصل له ريليس بس للاسف يحصل له ريليس بعد كذا يوم من هذه الجلطه مش على طول ايميديت فاذا هيحصل ريليس الجلطه دي هتدوب ولما الجلطه اللي جوه الارك يدوب يبدا البلاد فلو تاني يرجع يعني الجلطه دي هتدوب فالدم يرجع للبانشز فالبانشز او الارتز اللي كانت اتنيويتد ترجع تاني للنورمال بتاعها ولما الدم يرجع يملى الارتز يعني البريشر يرجع السيجمنتيشن اللي في الفين ده يختفي يعني البلاد كولنج في الفين تاني يرجع كونتينيوس ويرجع يمشي بانسيابيه مره تانيه ولما كمان البلاد فلو يرجع ثلاثه حتى اللون الابيض ده كله هيختفي وهو اللون الابيض ده كان تاني ليه يا جماعه؟ عشان كوهاجولنت ديكلوزز بيحصل في جانب السدايه طب لما اقول لك اللون الابيض اختفى هل ده معناه انها رجعت تعيش تاني؟ لا لا خالص الدم لما رجع تاني دلوقتي انا رجع معاه كسيحات الانغام اللي هم الماكروفيجز فالماكروفيجز دخلت على الداد سيلز دي عملت لها فاجوسايتوزس يعني شالتها نظفت المكان فلما اتشالت هذه الطبقه الميته اللي هي الجانجل السيلير الريترا رجع تاني ترانسبرنت ولما الريترا ترجع تاني ترانسبرنت يبقى الباك جراوند كله بقى لونه ايه؟ الريد وبالتالي التمييز بتاع التشالت سبوت او الفوبيا هيختفي وبالتالي الترانسبرنسي لما ترجع اذا هو كاني عايز اقول لك ان قاع العين دلوقتي رجع تقريبا كانه ما اتلمسش ارتريس حلوه فينس حلوه جنرال باك جراوند لونه ايه؟ الريد وبالتالي هنا نورمال باك جراوند واذا وكان طنطر سمك بس لكن قدام ده مش ده معناه ان الجانجل سيلز اتشالت خالص من مكانها ولما الجانجل سيلز اتشال هي اصلا الاوريجن بتاع مين؟ النيرفز اللي هتبقى الاوبتيك نيرف اللي هو مليون عظمه فده معناه ضمن ان الريتنا بقت اوت اوف فانكشن وبالتالي هنا لما تيجي تبص بقى على ادم ده تقيس النظر عنده هو كان داخل لك في اول ساعتين ثلاثه بعد الارك اوكلوجن كان يا دوب بيشوف النور بعد شويه يعني بعد كذا يوم بقى هو مش كذا يوم احنا هنعرف دلوقتي حالا ان البروجنوزز بور لان الريتنا التولرنس تايم الريتنا كانت اوريدي اسكيميا ريفرسبل اونلي فور فيو اورز يعني بعد 8 9 ساعات كتير هتلاقي الريتنا دي خلاص مش هترجع تاني والفيجن هيتحول للنو بي ال يعني مش هتشوف النور وهنا بنقول بقى لما الريتنا كلها تموت بالمنظر ده الاوبتيك نيرف ضمن مش هيشتغل لان الاوبتيك نيرف ما هو اللي عباره عن اكزونز بدات فرقة وده اسمه ايه بقى ساعتها؟ لما يحصل اوبتيك اتروفي سكندري تراكنا الجديد بسميه كونسيكوتيف جايه من كونسنسوال يعني ايه كونسيكوتيف؟ يعني اوبتيك اتروفي سكندري تو او تابع بنسميه كونسيكوتيف اوبتيك اتروفي يعني لما يحصل ضمور في العصب البصري سكندري تراكنا الديزيز او تابع تراكنا الديزيز اذا العيان هنا اتعمى تماما لان هي الريليز بتاع الفايبرينولاتكس اللي موجوده جوه جسمنا بيكون ديلايد جدا بيكون بعد ما رتنا حصل فيها ايرفيرسبل داش طيب انا في ساين عديتها وانا اصلا عديها هقولها في الاخر خالص بعد ما ناخد الاسئله ساين اسمها ريلاتيف افرنت بيبلري ديفكت يعني لو تيجي تنور على العين اللي فيها سام طريقه الخاص يوكلوجن هتلاقي البيبر رياكشن بتاعها اضعف من الطبيعي طيب عشان كده سميناها ريلاتيف بيبل ديفكت نتيجه ليجن في جزء في الافرنت باسوي هنفهم الكلمة دي في الآخر لو حابب يفهمها كويس هعمل له رسمة كده في الآخر عشان يفهم مين الـ RATD. إذا واضح كده إن السنتر ريتنال أرتري أنا عايز تطلع بكام كلمة مهمة أوي. إن الفيجن هنا راح إزاي؟ صعب الأنسر. إن الكلينيكال بيكتشر بتاع الفاندس فيها أرتريز أتنيويتد فيها فين سيجمنتد الريتنا أز هول كان ليها وصف كده دقيق مهم جدا اسمه إيه؟ شاري ريد سبوت. طيب والبروجنوزز بتاع هذا المرض اتفقنا انه كور لان الريتنا التولرنس تايم الريتنا هتموت نهائيا بلا رجعه خلال فيو اورز. طيب ده ملخص الموضوع اللي اسمه سي ار اي او. تعالوا نروح للموضوع الثاني اللي اسمه سنترال ريتنال فين اوكلوجن. لو قفلنا الوريد الرئيسي. بصوا يا جماعه لو قفلت السنترال ريتنال فين بص الباثوجينيس اللي انا هقوله ده. لما تعمل جلطه جوه فين ده معناه ان الدم على طول هيبقى ستاجننت قبل مكان الجلطه الدم مش هيعرف يمشي فلما الدم يبدا يتجمع جوه الفين قبل مكان الاوبستراكشن يبقى الفين تبقى كونجستد يعني مليانه دم زياده ولما الدم يتحوش خلاص على قد الدم بتاع الدفين هيبدا يعني تحس ان كميه الدم جوه الفين كتيره فلون الدم او لون الفين يبقى اغمق
وهات شويه كميه الدم تزيد اكتر، فايه اللي يحصل في البين؟ يبدا يتنفخ، يعني بدل ما هو الدايمتر بتاعه كده يبدا الدايمتر بتاع البين هو اللي يزيد، يعني يبقى ديستندد يتنفخ. هو مش هيبقى ديستندد بس بالعرض، لا ده كمان هيتمط للطول، فشويه يبقى في طول زياده، يعني يبقى طول. ده نتيجه ان كميه الدم عماله تيجي اكتر من قدره استيعاب البين الطبيعيه، ففي عمليه تمدد قدام الكميه الزياده دي. طيب البين اتملى على اخره مش قادر يتملي تاني، الدم يبدا يبقى ستاجنال فين؟ في الكابيلاريز، وده معناه ان الانترا كابيلاري بريشر يبدا ايه؟ يعلى، وده معناه ان الكابيلاري لما الضغط جواه يزيد يبدا يفوت، يعني يليك، هيليك ايه؟ ميه، يعني ترانسوديت، يعني يحصل اديما، وممكن بعض الكابيلاريز طبعا ترابشر، يعني يحصل هامرج. اذا هيحصل ليكج في صوره اديما هامرج. بعد شويه الدم يبدا يبقى ستاجنت فين؟ الارتيريولز الاول، يعني اللي هي سمولر ارتيريولز، وده معناه ان مفيش دم جديد عارف يدخل، وطالما مفيش دم جديد عارف يدخل يبقى دخلنا برضه مرحله ايه الاخر؟ في الاخر دخلنا مرحله الاسكيميا، بس اسكيميا بنفس سرعه الارتري ولا ابطا؟ لا ابطا، على ما حصل باك ستاجنيشن هنا وبعدين هنا وبعدين هنا، طبعا الاستاجنيشن كان ابطا، وعلى فكره ابطا وشويه لسه ديفيوز عن الارتري، اصل انت لما تقفل الشريان الرئيسي الريترا كلها في نفس الوقت بقت اسكيميا، لكن لما تعمل باك ستاجنيشن الدم بيقف في الارتريولز، وهنا طبعا عمره ما هيقف في كل الارتريولز مره واحده بنفس الدرجه، يعني كانت ارتريولز في حته اكتر من الثانيه، فاذا هيحصل اسكيميا بس اقل عن الارض وابطا شويه، عشان كده بنقول الاونسيت هنا ايه؟ رابيد. الاونسيت هنا بنتكلم بقى الموضوع خد ساعات على ما الدم حصل له باك ستاجنيشن. طيب حلو قوي، المهم وصلنا في الاخر لنقطه الاسكيميا برضه في الفين اوكلوجن، عشان كده بنقول ان الاسكيميا اللي هتحصل برضه بما انك بتتكلم على سنتر ريتنال ارتري وسنتر ريتنال فين، فانت الاسكيميا هتحصل في الانر فاين فيز. المره دي بما ان الاسكيميا ابطا سنه وليس ديفيوز، اكتر لاير هتسافر من هذه الاسكيميا هي النيرف فايبر ليرز اللي هي الاكزون، واحنا اتفقنا مع بعض ان الاكزون هي لما بنرسمها كده حواليها سيلز كده بنسميها شوان سيلز. الاكزون بتاعتنا اللي ماشيه في النيرف فايبر لير اوف الريتنا محتاجه انرجي علشان الكيميكلز او النيورو ترانسميترز فيها يحصل فيها بروباجيشن. فلو انا قفلت بدات تحصل استاجنيشن اوف الارتريولز، يعني بدا يحصل اسكيميا، تبدا الكيميكلز او النيورو ترانسميترز وودن ذيس لاير اسمها اللي هي الفايبر لاير تبدا تتجمع تبقى استاجنت. ولما تبدا تتجمع وتتكتل مش عارفه تمشي مش عارفه تعمل بروباجيشن، يعني تبدا تدي لون ابيض للرقم. واللون الابيض ده احنا سميناه مجازة فطن وول سبوتس. إذا لما تلاقي ريترا كده فيها حتت بيضة شبه القطن، ده تشبيه أدبي يعني كده سميها قطن. إذا اعرف إن كل مكان فيه حتة بيضة كده، اعرف إن المكان ده فيه اسكيم أو انفاركشن في أي طبقة في النيرف فايبر ليري، وده ديلوتنج إيه؟ ستاجنيشن أوف كيميكالز أو نيورو ترانسميترز ويزن ذيس لاير. وعشان كده كمان في نقطة مهمة جدا، يقول لك في اسم تاني في الأورال للقطن ريسبونس. الاسم التاني تقول له في اسم تاني اسمه سوك اكسبت. يقول لك هي اكسلس حقيقيه؟ تقول له لا، ده تشبيه ادبي لانها من حيث اللون شبه الاكسلس، لكن دي نوت ترو اكسلس، لان ترو اكسليشن باي ديفينيشن هو ليك ليبيدز وبروتين من بلاد فيسلز، لكن اللي احنا بنتكلم فيه ده عباره عن ايه تاني؟ اسكيميا او انفاركشن في اي طبقه في النيرف فايبر لاير. اذا اول ما يحصل ستاجنيشن اوف بلاد في الارتريولز نبدا ندخل مرحله الاسكيميا اللي بان كلينيكال في صوره فاتر ريسبونس، والبروتون وول سبوتس ليه اسم تاني اسمه سوف اكسلنس، ودي عباره عن علامات الاسكيميا على مستوى طبقه اسمها اللي هي نمبر 9 اسمها النيرف فايبر ليري. اذا ترتيب الاحداث في الفين اوكلوجن ايه اللي هيحصل تاني؟ اول ما يحصل جلطه في الوريد الفينز تبقى كونجستد ديستندد تورشوس فينز، الدم يبدا يستجمد قبل كده باك ستاجنيشن في الكابيلرز، يبدا يحصل ليكج صوره اديما وهامرجز، وبعدين يبدا يحصل باك ستاجنيشن في الارتريولز فيبدا يحصل قطن او يظهر علامات بقى اسمها قطن وول سبوتس. خلي بالك الاكسليشن عباره عن ليك ليكتد وبروتين من بلاد فيسلز، هل هنا اللي انا قلته ده في اي ليكتش؟ ما حصلش ليكتش، ده عباره عن اسكيميا هي بس من حيث اللون سميناها اكسلس. وخد بالك حتى سميناها الكلمه اللي قبل اكسلس سوفت، لان اي حاجه سوفت ينفع نغير شكلها وحجمها، وهي فعلا لو وريتك صوره دلوقتي وهنشوف صور مع بعض هتلاقي قطن وول سبوتس مالهاش شكل ثابت تتغير، لكن الترو اكسلت في الريتنا اللي هي عباره عن ليك ليبز وبروتين تبقى دايما نقط ثابته حجما ثابته نقط صفراء، دي فعلا اسمها هارد
كده حتى اسميها هارد اكسس. اذا الهارد اكسس فده هي الترو اكسس. ليه هارد؟ لان يعني شكلها ثابت ما بيتغيرش. طيب تعالوا نشوف النقطه اللي انا عايز اقولها. شايفين انا راسم رسمه هنا، عايز اقول لك ان انا اللي راسمه بالاحمر ده التريميتريز، او يعني مجازا هنسميها برانش بتاع البين الرئيسي. كل تريميتري جاي بيجمع عشان في الاخر يعمل المين ترانك اللي هو السنترال ليترال بين، اللي بيعدي من وسط الاوبتيك كاب، عشان اتفقنا في وسط الكاب اللي هو في وسط الاوبتيك ديسك بيخرج البين ويدخل الارتي. فاذا السنترال ليترال بين بيعدي من وسط الكاب او نص اللامينك نيبلوزا عشان يخرج ورا العين. بص معايا بقى، يفرق جدا جدا معايا مكان الجلطه. الثرومبس الموجوده لو كانت فري لامينر دي وحشه قوي، اما لو كانت بوست لامينر بيبقى ظهر عندي بعض التريبيتريز كده، يعني الدم ممكن يفوت لو جلطه هنا. اذا بوست لامينر ورا العين كده ممكن الدم يبدا يهرب شويه من السايد واي. وانا حتى اديتكم مثال قلت لكم تخيلوا لو ده طريق رئيسي هاي واي وفي حادثه، لو عندي هنا طريق فرعي صغير صحيح هيحصل ازمه طبعا واستجنيشن في المرور، لكن هيبقى عندك امل انك انت تهرب من الطريق ده. اذا الاستجنيشن هيبقى موجود بس ليس ماركت. تخيل بقى لو مفيش بقى السايد واي ده، الدنيا سيئه جدا. الاستجنيشن هنا يبقى ماركت، ولما الاستجنيشن يكون هنا ماركت هيبقى هنا ماركت، هيبقى هنا ماركت، ولما يبقى في الارتيز ماركت او الارتيريوز يبقى الاسكيميا ايه؟ عنيفه جدا. اذا عشان كده بنقول لو الاوبستراكشن بتاع السنتر ليترال بين كان بري لامينر، يعني قبل ما البين يخرج من اللامينك للجلوزا، اذا هنا مفيش ولا سايد واي موجود، اذا هنا الاستجنيشن جوه العين هيبقى ماكسيمم، يعني هيبقى عندي نوع اسمه اسكيميك تايب. اما لو الاوبستراكشن اوف بين بوست لامينر، يعني بعد ما خرج بره العين ورا العين، هيكون في سايد ويز، هيكون في تريبيتريز، وبالتالي الدم شويه يتفوت يهرب، وبالتالي الاستجنيشن هيكون ليس ماركت. عشان كده بسمي النوع ده ايه؟ نوع اسكيب. وده اللي انا كاتبه لك في الكتاب، انا كاتب لك النوعين جنب بعض عشان لو في الامتحان كان سبيسيفيك قال لك كلمني عن الفاندس بيكتشر او كلينيكال بيكتشر بتاع النوع اسكيبك، تعرف الكريتيريا بتاع النوع اسكيبك. ولو الاسكيميك تكتب اسكيميك لوحده، لكن في الاخر انا فهمتكم ان ده مش جدول، كل حاجه هتحصل في النان اسكيميك هتحصل في الاسكيميك، بس الفرق انك في النان اسكيميك هتقول ايه؟ مايل او مودريت، لكن في الاسكيميك هتقول ايه؟ سيفير. هي الفكره في درجه الاستجنيشن، الاستجنيشن في الاسكيميك هيكون ماركت فكل حاجه ماركت، لكن في النان اسكيميك الاستجنيشن ليس ماركت وكل حاجه مايل. يلا تعالوا نشوف تاني، نجمع الكلينيكال بيكتشر عشان نشوف صوره ونطبقها على صوره على صوره. العيان جدا اللي عنده سي ار بي او اول ما الجلطه تتكون، هل على طول ساعتها النظر هيقل؟ لا لا، النظر هيقل لما يدخل في مرحله الايه؟ سكيميا، والسكيميا بياخدها بعد ساعات. فاذا العيان يقول لي رابيد، اذا الانف بيختلف في البين عن مين؟ عن الارض. الارض دي قال لي سادن لوس اوف فيجن، البين هيقول لي رابيد. وغالبا فاكرين انا قلت لكم جمله، العيان اللي عنده بين اوكلوجن هيلاحظ ان نظره قل في الايرلي مورنينج. اشمعنى في الايرلي مورنينج؟ لان الاكثر فرصه مواتيه يحصل فيها جلطه جوه البين اثناء النوم. ليه؟ لان في الاخر السنسور بتاع البين بيخرج ورا العين بيفضي فين؟ اسمه اوبسامك بين. والاوبسامك بين بيفضي الساينس في الكريدر كاب ده اسمه كافيرنس ساينس، اللي بيفضي كل الكونتاكت اللي جواه في الرايت اتريوم. فاذا الكافيرنس ساينس بيفضي في الرايت اتريوم ده بيساعده جدا الايفكت اوف جرافيتي ابوست دورينج سليب. فاذا دورينج سليب بيحصل استجنيشن وفينس ريتيرن عموما فروم هيد اند نك، وبالتالي بيكون ابطا معدل للفينس ريتيرن فروم هيد اند نك دورينج سليب. فلو انا عندي بري ديسبوزنج فاكتور لتكوين جلطه هيكون انسب معاد امتى؟ اثناء النوم. اذا العيان هنا هيقول رابد، الدكتور نظري قل، نمت كويس، صحيت الصبح نظري قل، اذا الجلطه والمشكله حصلت على مدار ساعات النوم كلها. اذا رابد اونتر ابطا عن الارض. طب الساين طيب الساينز يا جماعه، يلا احنا قلناها كلها مش كده؟ على مستوى الفندس اخبار البينز مالها؟ كونجستيف ديستندد تورش، بس في النان اسكيميك اقول ايه؟ مايل كونجشن ديستنشن اند تورشوس، لكن في الاسكيميك تايب اقول ايه؟ سيفير امر. طيب كمان دليل استجنيشن والضغط على مستوى الكابيلز هي الرتنه مليانه ايه؟ الرتنه والاوبتيك ديسك الاثنين فيهم اديما اند هامرج. طيب على مستوى استجنيشن والضغط الارتديوز هيدينا صورة الكوتوم ريسبونس. خلي بالك بقى، الكوتوم ريسبونس هتكون ماركت فين؟ تكون واضحة جدا وزيادة فين؟ في النوع الاسكيميك، لا بص مو اسكيميك، والكوتوم مول أصلا عبارة عن اسكيم مش كده؟ لكن بص بقى في النوع الاسكيميك هقول إيه؟ فيو إيه فراجنت.
كده يعني المنظر هنا هيكون ايه؟ لو لقيت كوت مول سبوت هتلاقي واحده او اثنين بس في النوع اللي اسمه ايه؟ نان سكيب. ده لو لقيت اصلا النوع اسمه اصلا نان سكيب. تخيل بقى معايا شكل الرتنه اللي انا عمال اوصف فيها دي. تخيل هرسم هنا الرتنه بتاع البي. بصوا هرسم ازاي؟ عايز اقول لك مبدئيا كده احنا قلنا في ايديما في الديسك مش كده؟ اهو الديسك هيكبر. وكمان قلنا البينز مالها كونجستد وديستندد وتورشوس يعني منفوخه على اخرها وحجمها زاد ونزيف وايديما في الرتنه نزيف بقى في كل حته. طالما اعمل لك النزيف بالمنظر ده واضح ان النزيف فلين شيد. ها هو النزيف هيكون جاي من كل مكان من السوبرفيشال والديب بس لما يكون عندك نزيف من فوق مش هيشوف اللي تحت يعني هيكون فلين شيد هو السائد. تخيل المنظر ده كده. طبعا مع احتمالات وجود بقى زي ما اتفقنا في فوتو مول سبوتس واحده كده لونها اه حته هنا حته هنا يعني حصل بقى الاسكيميا اكتر في اي مكان. فمتخيل المنظر صوره زحمه جدا مش كده؟ نزيف في كل حته فيصل استخنت قوي ديسك كبير عشان كده بندي المنظر ده تشبيه ادبي على بعضه كده كلمه توصف المنظر كله نسميها سان ستوري ابييرنس يعني زي عاصفه الشمس. اذا الكلمه اللي تلخص شكل الفانجس في البيت اسمه سان ستورمي. الكلمه اللي تلخص شكل الفانجس في الارضي كان اسمها شاري فلاند بارك. يلا نشوف صوره او صورتين للفين اوكلوجن. بصوا منظر الارضي تاني اخر مره قبل ما نغير شايفين صوره فاضيه خالص وفيها دايره حمراء. بص بقى البيت شايفين منظر نزيف في كل حته يعني فعلا سان ستورمي تشبيه منطقي جدا. شايفين البينز الاول تورشوز ازاي وشايفين النزيف اللي مغطي على كل ملامح حالتها. الديسك طبعا بلاد مارجن كده يعني نهايته مش محدده لان في قديمه مغطيه على الادجز بتاعته فمش باين كويس الديسك. اذا ده منظر السان ستوري. اوريكم صوره كمان شايفين هنا بينز كونجستد اكتر واضحه هنا اكتر. شايفين كونجستد شايفين حجم البين قد ايه يا جماعه؟ ده مليان دم زياده ومنفوخ زياده. شايفين زي تورشوس. بصوا بقى دي كوتن مول سبوت شايفين ودي كوتن مول سبوت ودي يعني ها. فاذا احنا بنتكلم على بين اوكلوجن هوريكم صورتين بقى جنب بعض وريتهم لكم قبل كده عشان تشوفوا الفرق ما بين النات اسكيميك والاسكيميك في صوره واحده. بصوا فرق الصورتين دول الصورتين دول فيهم بين اوكلوجن نزيف هنا ونزيف هنا بس طبعا النزيف هناك اكتر. وهنا مفيش ولا كوتر مول سبوت لكن بص هنا في كام كوتر مول سبوت شايفين؟ ادي واحده اهي وادي واحده اهي وواحده صغيره هنا. خدت كل واحده ليها حجم وشكل مختلف ازاي؟ عشان كده سميناها سوفت اكسس. اي حاجه سوفت ينفع شكلها يتغير يعني كده مجازة حيث اللون شبه الاكسس لكن دي مش اكسس الحقيقه. اتفقنا دي عباره عن ايه؟ كل مكان من دول ده معناه ان في المكان ده اسكيميا او انفاكشن فين؟ في النيرف فايبلين. اذا ده النوع اللي اسمه طالما في كوتن مول سبوتس يعني دليل اسكيميا كتير يبقى ده النوع اللي اسمه سكيميك تايم. لكن النوع ده اسمه ايه؟ نان سكيميك تايم. الصوره هنا اضحك شويه من هنا والبروجنوزس هنا احسن من البروجنوزس. طب ليه هنا البروجنوزس سيئه بقى؟ اولا النوع اسمه ايه؟ سكيميك تايم. اذا اول مشكله ان لو الاسكيميا انفولد بالاكل والاكل هي اللي بتخليك تشوف كويس. اذا اول سبب يخلي البروجنوزس سيئه في الاسكيميك تايب هو الماكلر سكيم. وقلت لكم على نقطه مهمه جدا بقى اول ما الرئه بتاعتنا بتعاني من اسكيميا بتطلع ماده من جواها اسمها فازو جانيك ماتير. اسمها ايه؟ فازو جانيك ماتير. في اقوال اخرى بنسميها فازو فورماتيف سان. دي محاوله من الرئه انها تري فاسكولارايزد سان. واضح من اسمها فازو جانيك يعني هتصنع نيوباس. الماده دي بتعمل ايه؟ اكتشفنا ان الماده دي لو ده ارتري او ارتريول وده بنيول الماده دي تشتغل انها تستيميليت الاندوسيليا اللي هو لايننج البنيول. اذا الاندوسيليا ده لايننج البنيول هيبدا يبقى استيميليت بواسطه الماده اللي اسمها فازو فورميتيف او فازو جينيك ماتيريال. هذا الاندوسيليا يبدا يبروليفريت ويتكرر ويعمل لوب اوف ساوندز كوميونيكيت البنيول بالارتريول وبعدين يبدا يحصل كانلايزيشن في النص. فكده بقى عندي نيو فاسل اه صحيح ان هيلثي فاسل
لان ده كده فاسل لان عندك كافيتي لايف بقى اندوثيليا من ناحيتين كوميونيكيتنج الارتيريول بالفيديول وكانه شنط في محاوله من الريترا انها تري باسكولارايز اتسلف. اذا الريترا بدات تحاول تحل مشكله الاسكيميا اللي ظهرت في الاسكيميك تايب للفين اوكلوجن عن طريق انها تطلع الماده اسمها ايه؟ فانزوجينيك ماتيريال عن طريق انها تستميليت الاندوثيليا بتاع الفيديول عشان تعمل هذه الشنط في محاوله انها تري باسكولارايز اتسلف. للاسف هذه الريسلز الوول بتاعها انهالس يعني ممكن يطلع كميات كبيره من الاكسوديتس مش بس كده فرايول ممكن ينزل بسهوله جدا. هي بقى ظهور هذه النيو باسلز فين؟ النيو باسلز اذا هي شانس ما بين الارتي والفين. اول مكان شفنا فيه ظهر هذه النيو باسلز ما بين الارتي والفين وهم داخلين على مستوى الديسك لو ده الاوبتيك ديسك وليكن ده ارتي وده بين اهو. اذا لقينا احتمالات يكون في نيو باسلز ما بين الارت والبين هنا موصلينهم بعض كده او كده ساعتها لو شفت النيو باسلز دي بسمي ده نيو باسلز ات ذا ديسك. اذا ان في ديز ذا ابريفيشن ستاندز فور نيو باسلز ات ذا ديسك والاس طبعا عشان ده بتكون كتير. وكمان لقينا الشانس او الوصلات ما بين الارتي والبين هتحصل في اماكن ثانيه اصل ماشيين مع بعض في كل مكان فرقه هنا كده وصلات كده. فاذا هتحصل كمان ما بين الارتي والبين في اي مكان ثاني غير الديسك اي مكان ثاني فرقه يعني غير الديسك عشان كده سميتها نيو باسلز انسوار. اذا المشكله الثانيه اللي هتخلي البروجنوز السيء هو تكوين هذه النيو باسلز. ليه؟ هتطلع اكسوليتس. اكسوليتس يعني فايبر فايبرين يعني ميمبرينز وميمبرينز ممكن تعمل شد على الريترا فتعمل فراكشن الار دي. فاذا النيو باسلز دي غير انها ممكن تعمل هامورج. اذا النيو باسلز هتاد كمان فاكتور يخلي البروجنوزز بور النيو باسلز اي مين الام بي دي ده ام بي. اكتشفنا حاجه مهمه جدا اكتشفنا كمان للاسف ان الماده اللي اسمها فانزوجينيك ماتيريال عندها القدره انها تديفيوز من خلال الفيتوس عشان توصل لسطح الايريس فتبدا تعمل لي ابنورمال باسلز على سطح الايريس. ولما يظهر ابنورمال باسلز على سطح الايريس يعني الايريس بتاعي يبقى لونه احمر يبان لون احمر من بره بسميه ده روبيوزس ايريس روبيو يعني احمر. النيو باسلز دي تبدا تكريف على سطح الايريس وتعمل انذر مايجريشن اكروس ذا انجل تعمل لي ميمبرين يقفل زاويه العين ده اللي بسميه نيو فاسكولار جلوكوما. لقينا بقى ما بين لحظه حدوث الفين اوكلوجن اوف ذا ريتنا لحظه حدوث الجلوكوما اللي هو النوع اللي اسمه نيوفاسكولار جلوكوما ده بيكون تقريبا 100 داي عشان كده بنسمي نوع النيوفاسكولار جلوكوما اللي بيحصل سكندري تو فين اوكلوجن بنسميه 100 داي جلوكوما. اذا كمان ديزيز كمان هيبدا يظهر ديزيز ده بكل الكومبليكيشنز بتاعته اسمه جلوكوما نوعها اسمه نيوفاسكولار جلوكوما هيظهر خلال 100 يوم. اذا لو سالنا في الاورال للاسكيميك تايب اوف سي ار بي او ليبور بروجنوزز جاهز نفسك بثلاث اجابات تقول لي ماكلا في اسكيميا تقول لي تكوين نيو باسلز ات ذا ديسك ونيو باسلز elsewhere تقول لي كمان عشان حدوث نيو باسل او ظهور نيو باسلز على سطح العارس وما يتبقى من حدوث نيو باسلز جلوكوما والاسم البديل بتاعها 100 داي جلوكوما. طيب اذا دي فكره البين اوكلوجن. تعالوا نروح للموضوع الثالث المهم. احنا كده خدنا موضوعين من باسكولار اوكلوجن لكن تعالوا النوع الثالث بقى ده باسكولار ريتناقص اسمه دايابيتك ريتناقص فبالتالي ممكن تديك بسهوله رابشر وكمان ممكن تراك ميك اكس اكثر من الطبيعي لان دول انقص بيجي بسهوله. طيب يلا دايابيتك ريتناقص ايه؟ دايابيتك ريتناقص ايه؟ ده اهم موضوع في الريتنا في الحقيقه. ده بص فكرته ببساطه ده مايكرو انجيوباسي. يعني ايه مايكرو انجيوباسي؟ يعني افكت التايني او السمول بس. يعني اذا الملعب بتاع هذا المرض فين بقى المره دي؟ احنا الارتري قفلنا الشريان الرئيسي الفين قفلنا الفين الرئيسي المره دي هنقفل فين؟ في الكابيلاري. اذا الملعب بتاعنا هنا في دايابيتك ريتناقص افتكر الكلمه المحوريه في الدايابيتك ريتناقص هي كلمه مايكرو انجيوباسي. يعني الشغل كله على مستوى الكابيلاريز.
اول تشينج هيحصل على مستوى الكابيلاري حاجه اسمها مايكرو فاسكولار ليكج. لقينا كده ان اول تغير على الاطلاق بيحصل في الرنه فالناس ان الكابيلاري دي بيحصل فيها مايكرو انيوريز يعني ديستنشن لوكالايز ديستنشن كده في بعض الكابيلاري. فلما يحصل هذا الديستنشن تبدا الوول تليك يحصل ليكج لحاجه من ثلاثه يا اما ميه يعني ترانسليت يعني قيمه يا اما الليكيوز اكبر شويه يعني ليبيدز وبروتينز ساعتها يبقى ده اسمه تيمورم او غاز اكسبت يا اما بعض الغوص ما تستحملش بعض الانيميتك ستراكشر فيحصل دوت هامرج. اذا اول تغير هيحصل في الرسم على الاطلاق حاجه اسمها مايكرو فاسكولار ليكج يعني تشينج في الكابيلاري وول يحصل حاجه اسمها مايكرو انيميتك. طيب وما يتبعه بقى من ظهور الهامرجز او الاديما او الهارت اكسبت. بعد فتره من الزمن ممكن تقعد سنين ندخل في ستيج 2 اسمها مايكرو فاسكولار اوكلوجن تبدا بعض الكابيلاريز تتقفل. وطالما بعض الكابيلاريز اتقفلت يبقى دخلنا في مرحله الايه؟ سكيميا. احنا اتفقنا السكيميا بيبان في الرسمه ازاي؟ طالما مش ديفيوزو مره واحده بيبقى اكثر طبقه بيبان عليها مين؟ طالما لو ديفيوز مره واحده ده الارك يبقى مين هيموت على طول مباشره؟ الكانجل سيلز. لو الموضوع ابطا شويه يبقى مين هيتاثر الاول؟ النيرف فايبر لاير في صوره ايه؟ كوتون وود سبوتس. فتبدا بقى علامات الاسكيميا تاني. اذا مريض السكر بعد فتره من ظهور مرض السكر عنده تبدا الشبكات تتاثر. اول تاثر عباره عن مايكرو فاسكولار ايه؟ ليكج في صوره انيوريزمز وهتبعها من ظهور بقى ليبيد يعني اكسليت هامرجز ايديما. يفوت سنين تاني يبدا يدخل مرحله الاوكلوجن يعني اسكيميا اقل اسكيميا تبدا تبان تبان بصوره ايه؟ كوتون وود سبوتس. واحتمال حاجه اسمها بلوت هامرج. ايه بلوت هامرج دي؟ اتفقنا كلمه بلوت هامرج يعني لارج اريا اوف هامرج. في الريتر انا بقول لارج اريا عندنا واحد قياس ثابته اللي هو خط الديسك اللي هو الدم ده بتاع 1.5 مللي. فانا بقول لارج اريا اوف هامرج يعني عايزين حته نزيف كده قد الديسك او اكبر بقى. اكبر زي ما انت عايز المهم ما تقلش عن الديسك. اذا اول ما تسمع كلمه بلوت هامرج تلاقي حته نزيف على بعضيها كده ايه اعرف على طول ان المكان اللي فيه هامرج ده في حاجه اسمها هيموراجيك انفاركشن. اتفقنا مع بعض فاكر بعض الاورج لما يحصل فيها ديب انفاركشن بتنزل يعني بيحصل ايروجن لول اوف فيسلز وتنزل. واشهر الاورج اللي بيحصل فيها هيموراجيك انفاركشن السبلين لانجز برين كمان الراترا. اذا عندي علامتين يعرفوني ان دخلت في مرحله الاوكلوجن حاجه اسمها كاتر وول سبوتس حاجه اسمها ايه؟ بلوت هامرج. الريترا هتسكت لازم تتصرف طالما الريترا عارف ان اسكيميا والاسكيميا دي كان فيها بوم هتبدا تتصرف. هتتصرف ازاي؟ هتتصرف هنا بطريقه مختلفه عن اللي عملتها في البين. حصل خد بالك اللي حصل في البين؟ الريترا اول ما تعرضت لاسكيميا طلعت ماده اسمها فازو جامد عملت نيو باسلز على طول والنيو باسلز دي مالت الرتبة وبدات تظهر على سطح الايرس وعملت جلوكوما خلال قد ايه؟ عشان توصل للايرس تعمل جلوكوما يبقى اكيد غرقت الرترا اوريدي يعني الموضوع سريع جدا ده خلال 3 شهور و10 ايام بالكتير بتكون الرترا متغرقه وكمان ظهر باسلز فوق. فهنا الموضوع سريع جدا في البيت. هنا بقى في الدايبيتيك تنقص الرترا هتتصرف بطريقه مختلفه. اول ما الرترا هتعاني من اسكيميا في صورة كوت مول سبونس او بلوت هامرج هتعمل حاجه اسمها ارما او الاسم الاخر اي بي شانس. ارما يعني انترا ريتنال مايكرو فاسكولار ابنورماليتي. اذا تاني ارما ستاندز فور وات؟ انترا ريتنال مايكرو فاسكولار ايه؟ ابنورماليتي اللي بنسميها يعني اي بي شانس. ده حل مؤقت وسريع ريتنال هتلجا ليه. وبعدين بعد فتره من الزمن ممكن تقعد شهور وسنين على فكره تبدا بقى ترجع للحل الثاني اللي اسمه نيو فاسل فورميشن اللي هي الام بي ديز والام بي ديز. الام بي ديز هنا والام بي ديز ليس حل سريع او مبدئي مثلا هتعمله للتغلب على السكينيا في حاله الدايبيتيك اتنقل وانما كان حل سريع فين بس؟ في البيت. اذا الريتنا هتعمل اول ارما وبعدين نيو فاسل واحده واحده بقى عشان اعرف الفرق بين الاثنين دول ونعرف ازاي الريتنا المره دي رد فعلها اختلف. بص معايا بقى انا هرسم هنا دي طبقات الريتنا بتاعتي هرسم لك اول شيء او هرسم نيول عشان الكلام يبقى مظبوط وهرسم جنبه بنيول اهو
بصوا بقى الارما او الاي بي شانس. الارما او الاي بي شانس دي وصلات موجوده ما بين الارتريول والفينيو عندنا كلنا. اذا احنا كلنا عندنا اي بي شانس. بس بالنظر ده يعني ايه؟ يعني يبقى كفايه. نوت بيك. عمر سيادتك ما بتحتاجها ولا بتشغلها. لكن لما هتحتاجها في يوم من الايام زي ما حصل هنا في حالات الاسكيميا اللي بتحصل نتيجه الدايبيتك التنفسي تبدا تشتغل. عشان كده بنسميها ابنورماليتي، يعني هو مش ابنور يعني مش نور بتكون شغال. سميتها انترا ريتنال مايكروفاسكولار ابنورماليتي لان مش طبيعي انها تكون بين. طيب لكن بص بقى الفرق، بص النيو فاسل فورميشن الام بي ديز والام بي ايز بتبقى عامله ازاي؟ الام بي ديز والام بي ايز هي وصلات برضه، ما احنا فاهمين انها اي بي شانس برضه بس شكلها كده. إذا دي وصلات برضه من الأتريول الفينيول، بس خلي بالك دي عملت إيه كده؟ دي اخترقت الممبرين اللي اسمه إيه؟ انترنال ليمت، وبقت ريز أباف ذا ريتنال سيرفس، يعني لفت جوه البيترس. ما هو مش البيترس لازق في الريتنا أو لامس في الريتنا؟ إذا واضح إن الفرق الجوهري ما بين الأرما والنيو فاسلز حاجتين. إيه الحاجتين الفرق ما بين الأرما والنيو فاسلز؟ الأرما دي أصلاً موجودة عندنا كلنا. يعني ما اتصنعتش من عدم، موجودة بس مقفولة. لما بنحتاجها بنفتحها. لكن النيو فاسلز بتتصنع من عدم عن طريق ماده اسمها ايه؟ فازوجينيك، يعني ما كانتش موجوده اصلا عندنا. الفرق الثاني ان الاي بي شانس عشان كده سميناها انتر ريتنال موجوده جوه الطبقات بتاع الريتنال. لكن النيو فاسلز ريزد اباف ذا ريتنال سيرفس، يعني عامله لوبينج جوه الفيتروس، يعني اخترقت الممبرين اللي اسمه ايه؟ انترنال ليمتنج ممبرين. اذا دول الفرقين في يعني كترتيبه او كشكل ما بين الارما وما بين النيوكاس. وهنا بقى عشان تفهم الموضوع كويس انا عامل لك كده ملخص السيناريو اللي حصل من ساعه ما بدانا نتكلم على الفاسكولار اوكلوجنز او الفاسكولار تنقص في الجنرال. السنتر ده من اصل اوكلوجن اللي هو اول نوع. اللي انا اتعرضت لاسكيميا ولا لا؟ خطر اسكيميا سريعه جدا. وبعدين لما جيت اتكلم عليها ما قلتلكش اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي، يعني لا ريتنا عملت اي بي شانس او ارما ولا عملت ايه؟ نيو بس. لكن في الفين اوكلوجن الموضوع الثاني اللي احنا خدناه قلت لك اول ما ريتنا طلعت الاسكيميا على طول طلعت النيو بس او عملت النيو بس، يعني طلعت الماده اللي اسمها باثوجينيك وعملت نيو بس لدرجه انها عملت جلوكوما زي ما اتفقنا خلال 100 يوم. في الدايبيتيك التنفسي ريتنا برضه طلعت الاسكيميا بس المره دي الاول عملت حاجه اسمها ارما اللي هي اسمها اي بي شانس الاسم البديل يعني، وبعدين افتكرت بعد فتره طويله من الزمن تطلع الماده اللي اسمها باثوجينيك اللي هي يعني بتعمل النيو فاسل فورميشن. نفس التشو بيتعرض لاسكيميا بس كل مره بيتصرف بطريقه مختلفه. ليه؟ الفكره يا جماعه في السيفيريتي وسرعه الاسكيميا وقد ايه الاريا الاسكيميا. كل ما كانت الاسكيميا سريعه جدا عنيفة جدا خدت الريتنا كلها مرة واحدة فالريتنا كلها بتموت. افتكروا في الارتيكا بتموت خلال قد ايه؟ قلنا ايرفيرسبل 8 ساعات واللي يموت بسرعة ما يلحقش يتصرف، يعني ما يلحقش تعمل اي اكشن. الريتنا ماتت زي بالظبط ما اديكم تشبيه قبل كده، لو بتطلع خروج بتطبعه صح جبت جزار مختلف وضعف مظبوط هتلاقي الخروج ده بيطلع في الروح خلال دقيقتين ثلاثة وبيموت بينازع كده بس خلاص ما يلحقش يعمل حاجة. لكن لو انت ما ذبحتش مظبوط هتلاقي الخروف بيقوم يقف على حيله ويجري ويخبط ويلخبط ويقعد فتره من الزمن لغايه ما روحه تطلع. ده اللي حصل فين؟ في البين. البين الموضوع ديفيوز اسكيمي بس طبعا ليه ديفيوز عن الارتري والتايم فاكتور موجود يعني في شويه وقت. ففي خلال الوقت ده على ما لقيتها بتطلع في الروح طلعت بقى الماده اللي اسمها باثوجينيك. لكن اخر نوع اللي اسمه دايبيتيك ريتينوباثي انت بتقفل في مين هنا؟ كابيلاريز. خلي بالك بقى الكابيلاريز هنا عمرها ما تتقفل كلها مره واحده، انت عندك الاف الكابيلاريز في الريتنا. فتخيل لو انا عندي حته هنا اسكيمي، دي حته صغيره جدا، كده انا عندي حاجه اسمها لوكالايز اسكيمي. هنا الحته الصغيره دي مش هتبقى كافيه ابدا ان الريتنا تتكاتف وتطلع كلها الماده اللي اسمها فازوجينيك. فالحته دي تمشي حالها تشغل مين؟ الاي بي شانس، تسلك الوصلات اللي موجوده. شويه تاني وحته تانيه ماتت اسكيمي. تعمل ايه دي؟ تمشي حالها تشغل الارم، شويه كمان حته كمان اسكيميك، تعمل ايه؟ تشغل اي بي شانس او ارم، شويه كمان حته ثانيه اسكيميك، يعني شويه كابيلاريز ثانيه اتقفلت، لغايه لما في يوم من الايام نلاقي الاسكيميا بقت ديفيوز،
ولما السكيب تبقى ديفيوز هنا مثلا هتسكتها بقى وتطلع الماده اللي اسمها ايه؟ واضح كده ان كلمه باثوجينيك باتيريا ونيو فيسل فورميشن مش هتحصل الا لما السكين تكون ايفولفنج لارج اريا. كل ما كانت الاريا لوكالايز يبقى الحل ايه؟ الارما. كل ما كانت السكين ديفيوز يبقى الحل ايه؟ النيو فيسل. لكن خلي بالك الوحيد اللي ما عملش اي حاجه الحاجات دي مين؟ الارض. هنا لان السرعه موتت على طول الرتنه واللي يموت ما ينفعش يتحور. فاذا في الارض سرعه الوفاه او الموت ما طلعش اي اكشن، الرتنه ما لحقتش تتصرف. هنا عشان ديفيوز اسكيميا بس اخطا شويه على طول فروم ذا فيري بيجيننج نيو فاسل فورميشن. هنا عشان الاسكيميا بيس ميل الاول كان ارما ولما بقت ديفيوز طلعت الماده اللي اسمها ايه؟ باثوجينيك. فهمتوا ليه كل مره رتنا رد الفعل اختلف؟ اذا تاني بسرعه انا بقول لك الباثوجينيسيز اللي بيفهمك الدايابيتك ريتيناباثي. حصل الاول اسكيميا الرتنه حلت الاسكيميا حل مبدئي بارما دم عملت النيو فاسل فورميشن وبعدين لما النيو فاسل اتكونت. بصوا يا جماعه النيو فاسل دي عامله لوبينج جوه الفيتوس. عايز اقول لكم على معلومه انا رسم لكم رسمه هنا عايز اقول لكم ان الاخضر ده الفيتوس الازرق ده الرتنه. وانا قلت معلومه قبل كده ان الفيتوس والرتنه از افرنت ايتش اذر في 4 بوينتس اونلي. خلي بالك الفيتوس بتاعي ده لامس الرتنه لامس ها لكن لازق في اربع نقط بس. في فرق ما بين لامس ولازق مش كده؟ في فرق ما بين تاتشنج ريستنج على الرتنه زي ما انا ريستنج على البورد وان انا ابقى ادمنت تو ذا بورد مش انا لازق. الرتنه والفيترس لازقين في اربع اماكن. فين بقى الاربع اماكن دول؟ اول ما كان الفيترس از ادمنت تو ذا رتنه هنا عند الاورا سيراتا عند الدايتا رتنه. الفيترس كمان از ادمنت تو ذا رتنه هنا عند الديسك around the disc. الفيتروس كمان از ادمنت تو ذا رتنا از ماكيولار اريا. واخر مكان along the vessels of the retina. يعني كل فيسل من دول ماشي في الرتنا الفيتروس ماسك في الرتنا حواليه. اذا الفيتروس از ادمنت تو ذا رتنا ات فور بوينتس اورا سيراتا اوبتيك ديسك ماكيولار around vessels. عايز اقول ايه؟ عايز اقول بقى ان احنا في برسنتج من النورمال بوبيوليشن كل ما بنكبر في السن البرسنتج دي باي ذا واي بتزيد بيحصل ما يسمى بال بي في دي. ايه البي في دي ده؟ posterior vitreous detachment. بصوا معايا كده posterior vitreous. الانتيريور vitreous يا جماعه ده شايفين صباعي فين؟ كل نص على الرسمه هنا. الانتيريور vitreous اللي هو ورا اللانس يبقى posterior vitreous هو اللي لامس ولازق في الرتنه في كام نقطه؟ في اربعه. كلنا بقى كلنا في البرسنتج ده كلام دقيق من النورمال بوبيوليشن بتصير جي بي دي كله بنكبر بيحصل بي بي دي. بص انا عامل لكم بي بي دي دلوقتي شايفين انا بمسح بسيرو فيتروس بصباعي اهو وهحطه في المكان الجديد. المكان الجديد يعني بعد ما ينفصل اهو. اذا خدتوا بالكم الممبرين البوستير بتاع فيتروس بعد ازاي عمل ده بيحصل سبونتينيوسلي برسنتج من النورمال بوبيوليشن. باي ذا واي الموضوع ده فيه عامل وراثي يعني بيمشي بقى. يعني لو انا ولدي حصل له كده يبقى انا عرضه اكتر من غير انه يحصل لي كده. طيب بص معايا بقى انا ايه اللي وجاني عند البي بي دي ده؟ ايه علاقته بالموضوع؟ تخيل في بني ادم دايابيتك عمال يتكون عنده نيو فاسلز واحنا اتفقنا النيو فاسلز دي بتعمل لوبينج جوه مين؟ جوه الفيتروس. تعالوا نرسم رسمه تاني. بصوا على الرسمه كويس قوي عشان نفهم الحته دي. الفيتروس اهو هرجعه تاني في مكانه ماسك في الرتنه. تخيل بقى كل ما يتكون بلاد فيسل اب نورمال ان في دي او ان في اي بيروح عامل كده. شايفين بيعمل ازاي يا جماعه؟ ده كده بيخترق الممبرين ولا لا؟ ده كده عمال يقطع في الممبرين وكان الفيسلز كل ما فيسل يتكون بيعمل بيرفوريشن في الممبرين ده بينهانس بيشجع بيزق الفيتروس انه يبعد. وبالتالي تخيل معايا بقى بعد ما تكون النيو فيسلز اللي عامله اللوبينج ده لما يجي الفيتروس ينفصل بقى ايه رايكم؟ والفيسلز دي اصلا فرايبل. يلا هعمل لكم بي بي دي مره ثانيه بس بعد ما الفيتروس اتكون. بص البي بي دي بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل في كل الناس دي؟ اتنزعت كلها فهتبدا تنزل. يعني يبدا يحصل نزيف فين بقى؟ تخيل كده لما الفيتروس يطلع يبقى بعيد كده. بصوا اهو هيبقى عندي جزء من الفيسل جوه الفيتروس وجزء لسه ماسك على سطح الرقبه مش كده؟ يعني جزء كده بقيه الفيسل دي لسه في كده. يعني احسن نزيف في مكانين، نزيف هنا هنا يعني جوه الفيتروس يعني فيتروس هامر ونزيف هنا
شايفين صباعي فين؟ يعني تحت الفيتروس، يعني حاجه اسمها اي في ريترال هامر كده. يعني واضح كده ان وانس انه اتكون عندي نيو فاسلز، النيو فاسلز دي هتنهانس ما يسمى بالايه؟ سي في دي اي بوستيريور فيتروس بتاعتي. ويتش ويل اوكر يحصل ايه؟ هامرج. فين الهامرج؟ انترا فيتريال والصب هايلايت، يعني تحت الفيتروس. هو صب هايلايت يعني تحت الفيتروس. المكان ده على فكره ممكن اقول عليه صب هايلايت، ممكن اقول عليه اسم تاني اي بي ريتنال، نفس الاسم مش كده؟ صب هايلايت ضامين اي بي ريتنال. اذا ده تسلسل الاحداث في اي بني ادم هيكون عنده دايابيتس، هو ده اللي هيحصل كسيناريو نهايته. اذا النزيف، باي ذا واي لحظه حدوث النزيف هي اللحظه اللي العيان الدايابيتك بيحس ان نظره قل، يعني النظر بيكون قل. لو جيت كده في امتحان قلت لك ايه اللحظه اللي العيان الدايابيتك فور او ام سي كيو بيحصل عنده الرابيد دروب في الفيجن، على طول اعرف ان هي لحظه حدوث الهامورج اللي هيحصل جوه الفيتروس وعلى سطح الرئه. طيب تعالوا بقى نقسم بعد ما فهمنا السيناريو اللي بيحصل كباثوجينيسيس الكلينيكال فيكتور بتاع الدايابيتك التراكس. اول ستيج عندي اسمها باك جراوند او سيمبل او نون بروليفيريف دايابيتك التراكس. تعالى اوريكم الصوره ليها على طول. لما اجي اقول لك باك جراوند او بروليفيريف او نون بروليفيريف او سيمبل دايابيتك التراكس، يبقى انا بكلمك كده على اول مرحله خالص، مرحله الليكج. بصوا بقى الصوره دي صوره حاجه اسمها فلوريسين انجيوبلاسي. فلوريسين دي صوره حاجه انترافينوس مش في الدم، لكن بتوصل لريتنا سيركريشن. ولما توصل لريتنا سيركريشن المفروض مش ريتنا سيركريشن بس، ريتنا وكرويا سيركريشن، كل مكان المفروض بتوصل له هذه الصوره بيبان لون ابيض. عشان كده الباك جراوند بتاع الصوره كلها لونها ابيض، والباك بتاع ريتنا منور ابيض. طيب لكن المكان اللي مش باين ابدا في الفلوريسين انجيوبلاسي نورمال هو الكابيلرز، لان الكابيلرز فريتها حجمها صغير قوي. الحاله الوحيده انك تشوف فيها الكابيلرز فريتها لما يكون الكابيلر فيها المنظر ده مايكرو انيوريزم، وكل انيوريزم الفلوريسين يدخل جواها تبقى استاجنت يقف سنه. الوقفه اللي بيقفها الفلوريسين جوه الانيوريزم دي بتبان في الصوره نقط بيضاء، شايفين النقط البيضاء دي؟ اذا كل نقطه بيضاء من دول ده مكان الفلوريسين جوه الانيوريزم. اذا كده انا بعرف المايكرو انيوريزم اللي هو اول تغير بيحصل في الرسم على الاطلاق في العينين دايابيتكس عن طريق حاجه اسمها فلوريسين انجيوبلاسي. بصوا معايا بقى كمان شايفين النقط الصفرا دي؟ هي دي الهارد او الترو اكسس. كمان في نقطه حمراء هنا ونقطه حمراء هنا ونقطه هنا، دي اسمها الدارك هارد. اذا واضح كده ان الباك جراوند دي تشينج بسيط قوي، عباره عن مايكرو انيوريزم، عباره عن هارد اكس بي، عباره عن دارك هارد، عباره عن حته كمان ممكن يكون فيها ريفرنس سي. الستيج 2 بقى، ستيج 2 هي مرحله الاكستيج اللي اسمها ايه بقى ستيج 2؟ اسمها بري بروليفراتيف دايابيتيك اتراكس. ايه بقى البري بروليفراتيف؟ اللي هي ظهور بقى الكوتن وول سبوتس، ظهور بقى البلاد هامرج، وظهور كمان الارلا او الايبي شانت. احنا قلنا اول حل اول ما يظهر كوتن وول سبوتس، اول ما يظهر بلاد هامرج، يعني اول حل تعمله هو الارلا او الايبي شانت. ستيج 3 بقى اسمها بي دي اي، باين من اسمها بروليفراتيف، يعني هو احنا هنصنع حاجه جديده بقى اللي هو ظهور مين بقى؟ النيوفاسلز. طيب بصوا معايا، عايز اقول لكم على خلي مع الصوره دي، شايفين الفاسلز اللي خارجه من الريتنا يا جماعه؟ كلها خارجه راديوم بيربنديكولار ماشيه على الديسك كده، عمرك ما تلاقي فاسل ماشي بالعرض. لو لقيت فاسلز ماشيه بالعرض على الديسك بارلل يعني، هي دي الابنورمال، هي دي مش طبيعيه. اذا لو لقيت فاسلز حجمها صغير وماشيه بارلل تو ذا ديسك، اعرف على طول ان انت عندك ابنورمال فاسلز، نيو فاسلز. اذا هنا يعني في ام بي ديز، اذا انت دخلت في ستيج 3 اللي اسمها بروليفراتيف دايابيتيك اتراكس. تعالى اوريكم صوره لديز مليان بقى ام بي ديز. شايفين يا جماعه التايم فاسلز اللي ماشيه بالعرض؟ شايفين؟ شايفين ده؟ طالما ماشي بارل كده موصل فاسلز كبيره بعضها، هي دي الابنورمال فاسلز. اذا دي شبكه من الفاسلز، تايم الفاسلز، تايم تاكتر فاسلز، هي دي النيو فاسلز ات ديس. وبالتالي انا كده في مرحله اسمها ايه؟ بروليفز دايابيتيك اتراكس. اذا امتى اقول بي دي ار؟ لو انا عندي ام بي ديز، عندي ام بي ايز،
وما يتبعها بقى كمان لو لقيت تي في دي، وما يتبعها كمان من حدوث بقى هامريج جوه الفيتروس او تحت الفيتروس. طيب في كمان بقى حاجه مهمه جدا لازم تعرفها في الدايابيتك ريتينوباثي، لو انت لقيت ادم عنده نقط صفرة كده هارد اكس ليبس، شايفين النقط الصفرا دي قريبه جدا من السنتر اوف ماس، هنا ساعتها لما يجي لك بني ادم في عيادتك عنده دايابيتك ريتينوباثي سواء كنت شفته اول مره او طبعا عيادة دايابيتك لازم تتابعه كل ست شهور، فجابك مثلا اول مره سي كان عنده نقط صفرا وانيوريزمس بعيده النقط الصفرا هنا عادي، هتقول له انت لسه في الاول، انت لسه في اول مرحله بتاع باك جراوند، حضرتك هتاخد تكتب له كده راس بيبي اسبرين، مش معنى بيبي اسبرين عشان تقلل بليتد اجريجيشن فتقلل فرصه انه يدخل في ستيج 2 ستيج بتاع اوكلوجن، وتقول له ظبط السكر كويس وادي لي مره كل ست شهور، راح وجه راح وجه كذا مره بدا يظهر عنده بعض الكوتن وول سبوتس، الكوتن وول سبوتس بقى كده نقل في ستيج 2، ستيج 2 اسمها ايه؟ بري بروليفريتيف، وممكن تشوف عنده كمان الارما. طيب شويه راح وجي راح وجي بدا يظهر عنده ان ان يعني ان في ديز يعني نيو باسلز كده موصله الباسلز الكبيره، فكده اتنقل في ستيج ايه؟ بي دي ار. كل ده تمام انت ماشي معاه ستيج ستيج. في اي مرحله من المراحل بقى جالك في زياره من الزيارات النص لقيت عنده نقطتين ثلاثه كده جنب الماكله او في اكتر من مكان في اصفر جنب الماكله، قول له حضرتك كمان بقى عندك حاجه اسمها دايابيتك ماكله، ده نوع لوحده بقى نظرا لاهميه الماكلة والفوبيا البوست الماكلة. اي بني ادم بقى عنده هارد اكسبريت بينها وبين السنتر اوف ذا ماكلة تحديدا 500 مايكرومتر يعني 0.5 ملم يعني نص ملي، من نص ملي ايكوال 500 مايكرومتر نفس الديستنس، او ريديا اوف ريتنال ايديما يعني حتى سيكند في الريتنا بينها وبين السنتر اوف فوبيا 500 مايكرومتر يعني نص ملي، او لارج اريا اوف ايديما خلي بالك بقى يعني حته قديمه صغيره بس يكون بينها وبين السنتر قد ايه؟ نص متر، او لارج اريا اوف قديمه حته قديمه كبيره حتى لو ابعد بس عشان هي لارج اريا ساعتها برضه اسميها ماكيلابس. بس قد ايه بقى المسافه بين اللارج اريا اوف قديمه والسنتر؟ 1.5 متر. اذا ثلاث مقاسات لو لقيتهم لو سمحت استقبل موضوع ماكيلابس فيه. ايه الثلاث مقاسات تاني؟ مقاسات لو عندي هارد اكس بينها وبين السنتر قد ايه؟ 1 هارد اكس اس بينها وبين السنتر نص ملي او في اقوال اخرى 500 مايكرومتر. اريا اوف ايديما بينها وبين السنتر 500 مايكرومتر او نص ملي. لارج اريا اوف ايديما بينها وبين السنتر 1.5 ملي او 1500 مايكرومتر. ساعتها هسمي ده دايابيتك ماكيلوباسي، وده طبعا ايمرجنسي. اول ما الاقي بني ادم زي ده بخدم ايده على طول على اوضه الارجون ليزر عشان اعمل ارجون ليزر شوتس في المكان اللي بيليك عشان اقفل الانيوريزم اللي بيليك. اضمن منين ان انا بعد ساعتين ثلاثه الليكج ما يجيش هنا؟ يعني لو جيت السنتر بقى ساعتها النظر بيتاثر من بدري جدا والصوره عنيفه جدا. اذا هنا ساعتها انا عنده ماكيلوباسي ده ليه سبيشال اتنشن وهي علاج لوحده ولازم اعالجه بسرعه عشان اقفل مكان الليكج. طيب كده احنا عدينا على المواضيع او البوينتس المهمه في الدايابيتك ريتينوباثي. اهم كلام كده في الدايابيتك للتنفس عشان ما تنساش كلمه انه مايكرو انجيوباثي بيعدي الاول على ليكج وبعدين اوكلوجن. اوعى تنسى ان في هنا فكره الارما قبل النيو فاسلز، وده فكره الارما قبل النيو فاسلز التايم فاكتور، وان الاسكيميا بتحصل بيس ميل يعني حته حته لوكالايز الاول وبعدين لما تبقى ديفيوز بيطلع النيو فاسل فورميشن. طيب عندك بعد كده موضوع يعني اقل اهميه شويه اسمه ريتينايتس بيجمنتوزا. الحقيقه ريتينايتس بيجمنتوزا ده مجموعه من الامراض الوراثيه هيريديتري ديزيز كاركترايز باي بروجريسيف لوس اوف فانكشن اوف ار تي اي. اذا الملح المكان اللي بيحصل فيه باثولوجي في ريتينايتس بيجمنتوزا هو الريتينال بيجمنت ايثيليوم وبالتالي الفوتو ريتاكسيس. وهنا الهول مارك بتاع هذا المرض العلامات المميزه قوي باينه كلها في الصوره دي. لو بصينا كويس في الصوره دي هنلاقي الارترز فيري سمول ان ذا اتنيويتد ارترز
مع وجود بيجمنت لو يعني تشوفها مره عمرك ما تنسى المنظر، يعني مفيش حاجه في الدنيا بتعمل كده بطريقه الا هذا الديزيز. سبايدر بيجمنتيشن، دارك بيجمنتيشن. طيب وده نتيجه ان الار تي بي رابتشر، وبالتالي بيعمل كورس بيجمنتري تشينج. وخدتوا بالكم الصوره، واضح ان الموضوع بيبدا في البريفري الاول. اذا هارتلت اتنويتد سبايدر بيجمنتيشن، والديسك كمان يبدا يحصل فيه بالور، لان في يوم من الايام كل ما الدمج بيزيد كل ما مساحه اكبر من الريتنا بتتدمر، لغايه لما هنوصل في يوم من الايام ان كل الريتنا هتبوظ. الموضوع بيبدا في البريفري لكن بيسبريد تورد سنتر، واخر مكان بيتضرب هو الماكيولا. ولما يحصل ده، ده معناه ان الريتنا كلها بتبقى اوت اوف فانكشن، مع ان الريتنا اصلا هي المصدر بتوع مليون اكزونز بتوع الاوبتيك نيرف. فبالتالي ده معناه ان الاوبتيك نيرف هيبقى اوت اوف فانكشن، هيحصل فيه اتروفي. لما يحصل اتروفي اوبتيك نيرف سكند الريتنا بتزيد، بس دي كونسيكوتيف اوبتيك اتروفي. اذا المرضين كتبوا النهارده بيعملوا كونسيكوتيف اوبتيك اتروفي، الارتري اوكلوجن والترايتس بيجمنتوزا. اذا التاسك بيجمنتوزا ده مرض له اصول وراثيه، مجموعة من الأمراض اللي اتورث يعني. وأهم حاجة في الآر بي هو الترياد، أرتلت أتنويتد سبايدر بيجمنتيشن واكسي ديسك كالس. آخر موضوع مهم في الريتنا، موضوع اسمه ريتنا ديتاكشن، انفصال الشبكة. في الحقيقة بصوا معايا، انفصال الشبكي احنا بنقول اسمه ريتنا ديتاكشمنت، لكن في الحقيقة اللي بيحصل المعلومة بتقول إن الريتنا بيجمنت كتير يا جماعة firmly adherent to the underlying choroid. We lose the adherence to the inner line sensory layer. عشان كده بنقول الانفصال الشبكي هو separation of the retina into two layers. ال RPE in one hand, ال inner line layer in the other hand. إذا واضح إن هو separation وليس detachment حقيقي. كلمة detachment يعني دي الحاجة من أولها. إذا هو separation of RPE in one hand, ال inner line layer in the other hand. انا عندي نوعين كبار من الار دي، نوع اسمه برايمري ونوع اسمه سكند. ولما تسمع كلمه برايمري في الرمد يعني فقط اوريجينيتد او بدايته في التيشو اللي سيادتك بتتكلم عليه، انت بتكلمني على ريتنا. عشان تقول برايمري ريتنا ديتاتشمنت يبقى لازم حصل باثولوجي في ريتنا، وهنا اي مين يعني حصل قطع بالمنظر ده. لو دي الريتنا بتاعتي المفروض ان الريتنا لازقه على الكورايد، مفروض يا مان بالله حصل قطع فلات، انا يبقى هنا التبرج بدايته فلات، المشكله حصلت فلات. ومن القطع ده ممكن يدخل مين بقى؟ مين اللي قدامها؟ لكن الفيترس، الفيترس روح داخل، واول ما الفيترس يدخل تروح لات عامله كده، يعني الفيترس هتنفصل بالمنظر ده. اذا واضح كده ان البرايمري ار دي، لو عايز اقول ديفينيشن هقول كلمتين، هقول فورميشن اوف ريتنال بريك ثرو ويتش ليكويفاي فيترس انتر. كده يعني قطع، وهيدخل خلال قطع مين؟ فيترس ليكوفايد. طيب اذا ليكوفايد فيترس انتر ثرو ذا بريك، خلي بالك لازم يكون ليكوفايد، لان لو فيترس الديسكوس بتاعته عندي صعب جدا يعدي من قطع زي ده. اذا انا عندي الهول مارك بتاع البرايمري قطع وهيدخل من خلال قطع ليكوفايد فيترس. تخيل معايا كده بقى البني ادم اللي هيحصل له قطع في الشبكيه بالمنظر ده، حته اتقطعت، اول ما في حته اتقطعت كده من الشبكيه حدوث ريتنا بريك، العيان ده هيجي يشتكي من حاجتين، يقول لك شفت كشاف نور ضرب في عينيا استمر ثانيتين ثلاثة وقف. إذا بيكلمني على فوتوبسي أو فلاشز اوف لايت. ليه فوتوبسي؟ الريتنا بتاعتها نوت سنس تو فيم، أنا محتاج في الطباعة دي. فالريسبتورز بتاع الريتنا طالما اريتيتد هتشعر بالستينوس بتاعتها. الستينوس بتاعتها تضوء، فالعين يقول لي أنا شفت كشاف نور ضرب في عيني كذا ثانية وقف. وبعديها بلس اور ماينس، فالعيان كمان يقول لي من ساعتها يا دكتور بعد ما الكشاف ده ضرب في عينيا أنا شايف خيالات سودة رايحة جاية. بيكلمني على حاجه اسمها فلوترز او ماسكا بولي تانز. فلوترز او ايه؟ ماسكا بولي تانز، يعني ذبابه طائره. ايه الفكره؟ ممكن يكون حصل مع القاطع ده نزيف، ممكن يكون كان في غسل ماشي هنا، فحصل نزيف جوه الفيتروس ونزيف قدام الرتنا. اي اوباستي قدام الرتنا ايا كان لونها هتعمل شادو على الرتنا، والشادو دايما لونه اسود. اذا عايز يقول لي خيالات سوداء رايحه جايه. اذا امتى يحصل ده؟ لو حصل نزيف مع القطر، او لو الفلاب دي الفيترس شدها قطعها خالص، ولو اتقطع خالص تبقى عايمه في وسط الفيترس، يعني تلاقي الفلاب هنا. ولو الفلاب هنا برضو هي طبعا اول ما تقطع كده الفلاب دي هيبقى لونها ابيض، حصل فيها تشينج كده في الاوبيك، وبالتالي تعمل شادو على الركب. فاذا حالتين هنا ممكن يحصل معاهم فلوترز او ماسكابوليتان. لو حصل نزيف مع القطر
اوت اوف الكلاب بقت ديس لوجيك قطعت تماما وبقت عايمه فوز الفيتوس. لغايه كده حصل عندك قطع لسه الفيتوس ما دخلش، واحنا قلنا الفيتوس هيدخل ممكن بعد القطع بيوم اسبوع شهر سنه حسب هيبقى ليكويفايد امتى. وانس ان الفيتوس دخل والريتنا انفصلت، العين هيجي لك تاني يقول لك كان في حد لدكتور شاب الستاره السوداء قدام عينيه، يعني يتكلم على الرابيد فيلد يعني اول ما جزء من الريتنا ينفصل بيبقى معناه جزء من مجال الابصار ضلل. وعلى حسب بقى اتجاه الستاره، لو قال لك الستاره جايه من فوق يبقى الانفصال فين؟ تحت. لو الستاره جايه من بره يبقى الانفصال في الليزر ريتنا. اذا هنا العيان هيشتكي من بلاك كابتن او الرابيد فيلد لاس ده عند دخول الفيتوس. طب الساينز، والله لو لقيت الريتنا بتاعتك كونفكس ولقيتها ثيكن ولونها جراي وايت، هي ثيكن ولونها جراي وايت عشان الايدين. اذا لو لقيت الريتنا كونفكس وثيكن وجراي وايت والعيان ده كل ما بيتحرك عينه اثناء الفحص ده الريتنا بتاعته بتتهز، يعني فيلم موبايل اعرف على طول الاتصال ده فريش يعني حديث العهد. تعالى اوريك صوره للفريش ار دي ريتنا ثيكند لونها ابيض وليها كونفكس كونتور. طالما الفيسلز بتاعتي بدات تتوجي بالمنظر ده كده والريتا لونها ابيض كده وتحسها ايه اللي بيت، طبعا انا بعرف مكان البريك ازاي. ما هو انا بعرف مكان البريك، احنا اتفقنا الريتنا اول ما بتنفصل بيحصل فيها اديما، والاديما هي السبب ان لون الريتنا بقى لونه لون الريتنا بقى وايت كده. فاذا لما تلاقي الريتنا بتاعتي كده منفصله فتشوف ابيض 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 ابيض، مكان البريك دايما بتبقى ايه؟ كانه شباك مفتوح على الكرويد، فاذا هيبقى لونه احمر. إذا بعرف البريك عن طريق إنه تكون red discontinuity within the gray white reflex. أظن هنا مكان البريك باين قوي، شايفين أبيض حواليه هو مكان عندهم red. فإذا الريتنا هنا فعلا thicken، الريتنا هنا فعلا هنا أبيض gray white، فإذا ده دليل إن الريتنا freshly detached. بصوا معايا الصورة الثانية عشان إديما أول ما بتتفصل على طول بيحصل الريتنا إديما. بصوا الصورة القطع فين يا جماعه؟ القطع فوق، شايفين البريك؟ والريتنا طبعا جاي وايت، شايفين الفتلز ويف ازاي؟ انا الريتنا مش مفروده، الريتنا دي تاتش. فاذا الريتنا ثيكن جاي وايت مع وجود الريتنا بريك ابور هنا في الصوره دي. طيب لكن عارفين بقى لما الانفصال بيعدي عليه مده طويله لونج ستاندنج الريتنا دي تبدا تتند وتتفحص، وطالما الريتنا بقت تند وتتفحص تبدا تشوف من خلالها تاني رغم انها منفصله، يعني هي ستيل بتاتش بس طالما اطرافك وفين تبدا تشوف من خلالها لون الكرايت، يعني فرق اللون. يعني انت شايف انا تيكند ازاي لونها ابيض تعرف ان في انفصال، تخيل لما الجزء ده يبقى فين دول اطرافك وترجع تاني تشوف الكرايت من خلاله انت ممكن تشك اصلا ان في انفصال شبكي. اذا بعد مرور ايام طويله بقى يعني ممكن تعدي ثلاث اسابيع اربع اسابيع عن انفصال الريتنا بتاعتي نتيجه انها بقت ديتاتش وبعد عن الكرايت ممكن تبقى فين دول اطرافك. غير كمان لو شفت ساين زي دي، بصوا الساين دي يا جماعه شايفين لما دي لك حاله انفصال شبكي. بصوا الاول الرسمه دي، ده مكان الهول او القطع اللي موجود، ده الدخل من خلال الفيتوس، الفيتوس دخل من هنا واضح انه عمل انفصال لغايه المكان ده بس، يعني نهايه الانفصال هنا، يعني الجزء ده ديتاتشد ريتنا والجزء ده الاتاتشد ريتنا. خدتوا بالكم اللاين اوف بيجمنتيشن ده بسميه سب ريتنال ديماركيشن لاين. اذا لو جالك بني ادم عنده انفصال شبكي مش توتال يعني سب توتال ولقيت فيه خط كده لاين ديماركيشن لاين حد فاصل ما بين الديتاتشد ريتنا والاتاتشد ريتنا، اعرف ان الانفصال ده عدى عليه على الاقل 3 مانس. اذا لو حصل كده وجود ديماركيشن لاين، طب عباره عن ايه ديماركيشن لاين ده؟ ايه ان الريتنال بيجمنت ايبيثيليوم عند الجنكشن ما بين الديتاتش ريتنا والاتاتش ريتنا بعد مرور 3 شهور بيبدا يحصل له سيفير اريتيشن وبيرابشر كونتينيوسلي كده
فيعمل ستيننج عند الجنكشن ما بين الديتاتشد والاتاتشد ارو. اذا لو لقيت ديماركيشن لاين اعرف على طول ان الصوره عدى عليها قد ايه؟ 3 مانس. لو لقيت 1 سيست على الاقل زي كده ما كانش اكتر جوه الديتاتشد ريتم اعرف ان بدا يحصل كمان تحلل. تعرف لما كل الاجزاء بتاعتك بتتحلل يحصل له ايه ده؟ يعني في لاين كده يعني سيستيك ديجنريشن يعني ليكويفاكشن في التيشوز والريتم. ده معناه لو شفت سيست جوه الريتنا ديتاكشن اعرف ان الانفصال عدى عليه السنه وان هنا الانفصال ده بقى هو مهما صلحت الانفصال الريتنا دي مش ممكن ترجع تشتغل مره ثانيه. اذا لو شفت ريتنا سيست انت ريتنا سيست كده اعرف ان الانفصال عدى عليه 1 يير. اذا ثلاثة كريتيريا يعرفون الانفصال ده لونج ستاندنج. ايه ثلاثة كريتيريا بتوع لونج ستاندنج؟ فين ريتنا ديماركيشن لاين يعني ثلاث شهور فاتوا، انت ريتنا سيست يعني 1 يير فات. طبعا دي صوره مش رسمه، وادي الديماركيشن لاين اهو شايفين عريض جدا الجزء الديتاتش تحت والاتاتش فوق. خدتوا بالكم ان الجزء الديتاتش هنا مش باين قوي زي الصوره اللي فاتت، يعني اللون الابيض اللي كان واضح مش باين. ده دليل ان الركنه بقت تندو اترافيك، هي كانت تندو اترافيك ركنه كده بدات تسبيد ريفلكس هنا زي هنا او لون احمر هنا زي هنا، فهنا فقدت التمييز. وده دليل فعلا ان الركنه كل ما بتقعد مده اطول منفصله بيحصل اتروفي فيها وتبدا تشوف مشكلات. طب انا عرفت منين الجزء ده المنفصل؟ في فايبروزس خطوط اهي وفي بيجمنتيشن، فاذا الجزء ده متلخبط لكن الجزء اللي فوق يعني ده كان شكلها نورمال. اذا دي الطريقه اللي نفرق فيها ما بين اللونج ستاندنج والفريش ارت. طيب اذا دي الساينز المهمه. في نوع ثاني من الارت دي يا جماعه اسمه سكندري ارت، وهنا لما بقول لك سكندري ارت دي واضح بقى ان الباثولوجي مش فرقه. الباثولوجي يا قدام الرتنا، قدام الرتنا يعني فين؟ في الفيتروس. يا ورا الرتنا يعني ورا يعني في الكورايا. عشان كده بنقسم السكن للار دي نوعين، تراكشنال يعني الرتنا هتتشد باي كونتراكتنج فيتروس ممبرين. وهنا لو انا عندي فيتروس ممبرين هتشد على الرتنا، بص معايا بقى لو انا عندي في حاجه قدام الفيتروس في فايبروتيك ممبرين هتشد على الرتنا، هتلاقي الرتنا هتشد فيها. وتيجي تشد على اي حاجه فلات هتطلع فيها بالمنظر ده. ايه رايك؟ فين الديتاتش ريتنا كده؟ كونكيف ولا كونفكس؟ المره دي كونكيف. واكثر حته فيها ديتاتشمنت عند مكان التراكشن، شايف صابعي مش هيدي تشد على الريتنا؟ اذا اعلى مكان ابعد مكان عن الكورويد هو عند مكان التراكشن. وان بتوين البوينت اوف تراكشن هتلاقي الريتنا كونكيف. والعيان ده لما حرك عينه بقى بعكس البرايمري، لو طلعت في البرايمري لما حرك عينه تلاقي الريتنا بتتهز. هنا الريتنا عشان ممسوكه في فيبروز تلاقي فيكسد ريتنا. اذا لو لقيت الريتنا كونكيف والهايست اليفيشن ات سايت اوف تراكشن ولقيت الريتنا فيكسد اند ذير از نو ريتنال بريك، مفيش قطع في الريتنا، اعرف ان ستك بتتكلم على فراكشنال ار تي. طب النوع الثالث اسمه ايه بقى؟ النوع اللي هو النوع الثاني من السكندري اسمه اكسلتيف ار تي. اكسلتيف يعني الريتنا لو في بوش هتتزق من ورا عن طريق فلويد جاي منين؟ جاي من الكورايد. ايه رايك لما الريتنا تيجي تتزق من ورا؟ الريتنا هتبقى كده ولا لا؟ اول حاجه تلاقي بتزقها من ورا يبقى قدام كونفكس، بص عليك قدام تلاقي كونفكس وتلاقي السقف سموث. معايا لما حرك عينه تلاقي الرتبه بتتهز. ايه ده شبه مين بالظبط كده؟ كونفكس سموث سيرفس موف ذا فريل وذ اي موفمنت، ده شبه البرايمري تماما. الاختلافات فين؟ نو بريك مفيش قطع. الحاجه الثانيه ان الفلويد اللي تحت الرتنا المره دي ميه، ده طالع من الكرويد ترانسليشن، واي ميه بتتحرك اكوردنج تو افكت اوف ايه؟ بتتحرك اكوردنج تو افكت اوف جرافيتي. العيان ده كل ما تغير وضعه وانت بتفحصه يعني هو قاعد هتلاقي الميه تحت بقى افكت اوف جرافيتي، ده الجزء اللي تشت في اللور ريتم. تلاقيها ما تقول نام على ظهرك على الشيز لونج كده تفحصه تلاقي الانفصال بقى في السنتر والجزء اللي كان منفصل قبل كده رجع تاني اتاتش. تقول نام على جنبك تلاقي الميه راحت نازله ناحيه الجنب اللي نايم عليه فتلاقي الانفصال اتغير مكانه. اذا الميه بتتحرك تحت ريتم هتلاقي اذا اهم ساين دايجنوستيك ساين اكسودت الار دي حاجه اسمها شيفتنج فلويد ساين. طيب اذا ده برضو ملخص الار دي كده. احنا عدينا على الشابتر بسرعه. طبعا اهم ثلاث مواضيع يعني عندنا فيهم وقت اكتر شويه. يلا ناخد الاسئله الراكن اللي جت كده على مدار السنين اللي فاتت ومتوقعه. طيب يلا اول سؤال enumerate layers of the retina.
السؤال الثاني مره واحده دي discuss gross anatomy of the rat. السؤال الثالث discuss etiology clinical picture treatment of CRAO. طيب بعد كده discuss clinical picture of CRBO. مرة دي ديسكاس سنتر لاترال في الاوكلوجن وعايز تحط ريسك فاكتورز او ايتيولوجي وعايز تحط كلينيكال بيكتشر للتريتمنت عايز كل الموضوع. ديسكاس سي ار بي او عايز الموضوع كله. السؤال بعد كده clinical picture of diabetic retinopathy. وجبت صيغة تانية طلب الفندس picture of diabetic retinopathy. سؤال بعد كده clinical picture of نازل discuss ده سؤال هتلاقي discuss retinitis pigmentosa. discuss retinitis pigmentosa definition etiology clinical picture of soy retinitis pigmentosa خالص عايز كله. طيب بعد كده مرة جه طلب classification of retinal detachment. السؤال بعد كده هو يعني نفس ال modification من ال RD طلب clinical picture of retinogenous أو primary RD. طيب انا بقى الاسئله طبعا الكلاس A الاهم اللي بتتكرر في صوره يعني كتير السنتر ريتنال ارت اوكلوجن. سؤال بتاع ارت اوكلوجن سؤال بتاع ديت اوكلوجن دايابيتيك ريتينوباثي كلينيكال بيكتشر اوف برايمري ار دي ديفينيشن كمان يعني هنا طبعا هنتفقنا يعني هقول لك نعمل ايه لما يجيلك سؤال زي ده. طيب يجي بعديهم على طول بعد الاربع اسئله دول سؤال الريتينال بيجمنتوزا. طيب السؤال بتاع اللي هي بالذراتنا انا هعمل يعني رسم لكم رسمه زي الانجل وان شاء الله الرسومات كلها تقوى مع بعض. فانت لو حطيت الرسم وحطيت عليها ليبلز احسن انك تقعد تنيريت او تكتب اسامي هيبقى اوقع كتير جدا. سؤال البراس اناتومي ده ما جاش غير مره واحده هو عايزك تتكلم هو موجود عندك الايتم في الكتاب يعني كاتب لك اوبت ديسك وصفه والكريتيريا بتاع الديسك الكريتيريا بتاع الهاكر الكريتيريا بتاع الديسك فهتكتب الحته دي. بس الافضل قبل ما تبدا تكتب الكلام لازم تقول لي النورمال فاندس او الاناتومي بتاعتنا كان بي اكزامين بارد تتم بقى اسامي الاجهزه دايركت او الان دايركت او سام سكوب او السيت تايم بعد ما يخلص تمام اسامي وسيب قدام كل جهاز كده سطرين
وبعدين اكتب بقى الديتيل بتاع الفندس انا الاناتومي بتاع الفندس يعني بتاع الرئه. تقول الاوبتيك ديسك سايد سلايك نيزل دايمتر 1.5 ملم الاجزاء نيوريشال ريم والاوبتيك كاب السي دي ريشيو 0.3 تكتب الماكيولا الدايمتر بتاعها كذا موجوده في المكان الفلاني توصيها مكان اسمه فوبيا والفوبيا فيري تين او انر ديبرشن عشان معموله من 3 لاير اونلي. طب كده بعد كده الفيسل العلاقه بالارت والبين والجنرال باك جراوند لقيت لسه في وقت ابدا بقى علق لي كده على الاجهزه هتقول لي الاندايركت اوسيلوسكوب بيعمل ميديكيشن كام مره والصوره انفيرتد كلمتين على الاندايركت كلمتين على الدايركت كلمتين على السيتلا. طيب اذا هو السؤال موجود عندك واضح كتبت الاجهزه اسامي بس ومشيت حلو قوي قدرت تكتب الديتيلز بتاعت الاجهزه اللي بتفحص فيها شكاوي. طيب سؤال بتاع الارض فلوجن اكتب جنبه لو سمحت دونت فورجيت كده انا سيكتور ديفرنشال دايجنوزس بتاع الشاهد سبوت اند سادل لوس اوف فيجن. لما يطلب منك ارض فلوجن انت عندك ايتم اسمه كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر عباره عن سامبل تو ساينس كومبليكيشنز اند ديفرنشال دايجنوزس. الديفرنشال دايجنوزس اللي هنزوده عشان ناخد الفول مارك ان شاء الله بتاع الشاري ريد سبوت وبتاع السارن لوس اوف فيجن اوعى تنسى تكتبه. هنجيبهم منين دول؟ بارت 3. طيب شاري ريد سبوت والسارن لوس اوف فيجن. السؤال بعد كده بتاع البين اوكلوجن اوعى تنسى حاجتين هتكتب لي لو سمحت ديفرنشال دايجنوزس بتاع الرابيد لوس اوف فيجن ودونت فورجيت في التريتمنت. لما اصل بيجي سؤال ديسكاس ها دونت فورجيت في التريتمنت رايت داون التريتمنت بتاع نيوفاسكولار جلوكوما. Write down the treatment of neovascular glaucoma. كده ان شاء الله ناخد الفول مارك. الحاجات الصغيره دي بتفوت يعني ما بتكتبهاش الامتحان فتلاقي نفسك طيب ضربتين هنا على ضربتين هنا على ضربتين هنا فتلاقي نفسك الدنيا اختلفت خالص عن الثلاثه. طيب عندك بعد كده السؤال بتاع الفايت بيجنتوزا. سؤال الناس في متوزه يا جماعه لما يجي يقول لك ديسكاس ميكانيكال بيكتشر لو سمحت عايزك تكتب ديفرنشال دايجنوز بتاع تيوبلر فيلد. العيان اللي عنده الباس في متوزه هيبقى عنده تيوبلر فيلد فلازم تعرف تقول الاسباب الاخرى اللي ممكن تعمل تيوبلر فيلد. سؤال بقى كلاسيفيكيشن اوف ار دي. هنا لازم تقول لي طب هنجاوب ازاي؟ المفروض احنا المره اللي فاتت خدنا كلاسيفيكيشن اوف جلوكوما كانت اكبر كتير. طب كلاسيفيكيشن اوف ار دي هعملها ازاي؟ تفتكروا هعمل ايه؟ اقول الاول دي برايفت وبعدين ديفينيشن اوف يعني ايه برايفت مش كده؟ ومين اللي بيجي له برايفت؟ يعني التايب اوف بيشنت اللي هو الريسك فاكتورز عشان قلنا اسباب البرايمري تروما او الناس الهاي مايوبكس او الناس يعني التايب اوف بيشنت اللي بيجي له برايفت. وتروح كاتب لي ايه بقى؟ الساينز بتاعت الرتنا اللي فيها برايمري بس اي ساينز كلها الفرش عارف الفرش بس ان الرتنا تبقى كونفكس وتيكن وجراي وايت والجراي بي والقطر يبان از ريد ديسكونتينيوتي والريتنا موفز فري يعني كل الساينز بتاعت مين؟ بتاعت الفريش ار دي مش كل البرايمري ار دي فريش. وتروح كاتب لي بقى مين؟ سكندري زي مين؟ فراكشنال. فراكشنال هنا تقول لي ديفينيشن الريتنا ويل بي بول باي كونتراكتنج فيتروس ميمبرين وتكتب لي اسباب مين اللي بيحصل له ده؟ ايه اللي بيعمل ميمبرين في الفيتروس؟ وتوصف لي شكل الريتنا. الريتنا شكلها ايه لسه قايل؟ هو انت لما تقول لي كونكيف with highest elevation at site of traction و no break و no subretinal fluid و do not move دول خمس كلمات مش كده؟ مع اربع اسباب مع definition انت كتبت بالظبط ثلث صفحه عن second عن التراكشن. لما تيجي تتكلم عن نوع اسمه اكسودتي
هتقول الديفينيشن ده اللي كان اقول فيه بوش مش كده؟ باي ترانسليتنج فلويد فروم كورايت اسباب ايتيولوجي وتوصف لي شكل الرتنا هتقول لي كونفكس سموث سيرفس موفد فري ودي انو نو بيك وشيفتنج فلويد ساين خمس كلمات انت كده كتبت باراجراف 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 مش بس اسامي ومشيت اذا لما يجي سؤال زي ده انت بتروح تو ذا بوينت على طول بتكتبش الموضوع كله بتكتبش اسمه وتمشي اسمه وتمشي يبقى قليل قوي الموضوع كله يبقى خدت وقت طويل جدا اذا تكتب ديفينيشن التورس او التايبس مين التايب اوف بيشنت اللي بيجيله وتروح تجيب لي بعد كده الكلينيكال بيكتشر الاساسيه اللي هو شكل الرسم طيب اذا دي ده الموضوع او دي الاسئله الاساسي بتاعت الرسم طيب انا عايز بقى احل معاكم تو كيس زي الموجودين في الاخر يلا بينا ميل بيشنت 65 years old hypermetrope and his blood picture shows polycythemia complains from decrease in the vision over the last night in the right eye on examination best corrected vision for right eye 6-36 خلي بالك البيست فيجن في العين اليمين دي 6-36 ها ريفراكتنج سيرفيسز او ريفراكتف بقى صح عشان صح ريفراكتف سيرفيسز وير كلير الاي او بي واز نورمال الفاندس اكزامينشن سو ريترال هيموريجز ريترال اديما مايل ديسك اديما ديستند تورشنز ريترال بينز ان ذا فور كوادرنتس يعني الفاندس بيكتشر حسبت الامور لكن انتوا عارفين انا لو انا بختار اجابه هو ده ممكن يجي ترو اور فولس هيقول لك the most probable diagnosis CRPO مظبوط لكن لو قال لك the most probable diagnosis ischemic type of CRPO غلط ده نان ischemic عرفت ان ايه ايه اللي عرفني بقى الاثنين بياخدوا وقت الاثنين في الايرلي مون ايه اللي عرفني هي دي الفيجن يا جماعه 6-36 هو في اسكيميك تايم يكون بيشوف كويس كده يا جماعه الفيجن مايل ومودريت دروب الفيجن 6-36 الفيجن بتاع الاسكيميك تايم كانت بكاونتنج فينجرز كانت 61 كانت فيها موفمنت لكن طالما 6-36 6-24 6-60 انت لسه كان انا الاسكيميك يعني لو انا شخصيا جالي سؤال كده هقول most probably non ischemic time لكن هو يعني ده جالي طيب اذا ايه طب انا عايز اسالكم سؤال ايه علاقه الهايبر متروبيا في الكيس؟ بالظبط كده هايله العين الهايبر متروبيك عين صغيره والعين الصغيره يعني الرتنه فيها مكرمشه لان الرتنه بتنزل حجم واحد استنى فلما العين تكون صغيره الرتنه تبقى ويفي والبيسل تبقى ويفي فلما البين بتاعي يبقى تورشوس الفينس بلاد فلو اصلا بطيء فمع بين تورشوس هيبقى مور اند مور سلو وطالما جبت لك كلمه بوليسايسيميا فزقك ناحيه ديسكوستي زياده تخيل بني ادم عنده ديسكوستي زياده مع بين تورشوس يبقى هنا البلاد فلو بتاعه بطيء جدا في البين فوارد جدا يحصل له ثرومبس فورميشن طبعا مع بقيه الكرايتيريا انت كده عرفت على طول ان هو بين اوكلوجن طيب طبعا بقيه الاسئله بقى ده لما كان بيجي زمان الامتحانات كانت بتيجي اسئله مش ترو فولس لكن لو هو ديفرنشال دايجنوستس اتكلمنا عن ديفرنشال دايجنوستس بتاع الاذر كود اوف رابيد لوس اوف فيجن طيب الكيس اللي بعد كده الاكبر اقليه هتعمل له فاندس اكزامينشن وتدي له تريتمنت ها يعني ده طب ما هو اساسا مش كل عينه خلاص انت مش كل جالك سؤال اجابات بس صح او غلط انت عايزك تعرف ازاي ابروتش دايجنوستس طيب 67 years old man experienced a sudden loss of vision in the left eye 3 hours ago sudden loss of vision 3 hours ago his best corrected vision 6-6 in the right eye no PL in the left eye the left eye responds to light consensually but not directly دي كلمة هتيجي كتير جدا بقى ليها علاقة بالرتب لما اقول لك العين بتريسبوند كونسنسوري نوت دايركتلي اعرف على طول عنده كارثه في الرتنا او الاوبتيك نيرف على طول كارثه فين؟ في الرتنا او الاوبتيك نيرف هفهمك ليه دلوقتي؟ اون جوينج فاندس اكزامينشن
حضرتك لو غلط ديفيوزلي كلاودي وايت ده ايه ده؟ طالما سادن لوس اوف فيجن جهز نفسك على طول ان غالبا بزقك ناحيه الارض والكروشن. طيب بصوا معايا بقى قصه البيبل بريسبونس تو لايت كونسنسولي نوت دايت. القصه اللي انا كنت مأجلها اللي هي الار اي بي دي اللي عارف فيكم عايز يعني يفهم القصه. دلوقتي بسرعه جدا لو دي العين دي العين الثانيه ايه؟ لو انا جيت نورت النور التورش بتاعي على العين دي هيحصل ميوزس هنا ده بسميه دايركت ميوزس وهيحصل ميوزس في الاذر عايز اسميه كونسنسور. كلمه كونسنسور يعني ايه؟ يعني تابع. طيب بصوا معايا بقى لو مثلا مثال ملوش علاقه بالعلم الرسمه دي تقدر تحول الضوء ده ل 100 امبلسز. اذا مين اللي حول الضوء لامبلسز؟ الرسمه. اذا بدايه الريفلكس بتاعي ده اسمه لايت ريفلكس الرسمه. الرسمه حولت الضوء لمثلا 100 امبلسز هيمشي في الاوبتيك نيرف ذن اوبتيك كازما ذن اوبتيك تراك عشان نروح للسنتر بتاع اللايت ريفلكس اللي موجود في الميد برين اللي اسمه فري تاكتل نيوكليس. الفري تاكتل نيوكليس دي هتبعت امبلسز للثيرد نيرف على الناحيتين الثيرد نيرف هنا والثيرد نيرف هنا فيحصل ميوزس هنا وميوزس هنا. اذا التفسير ليه بيحصل ميوزس في العينتين هو ان كل الفري تاكتل نيوكليس يعني الفري تاكتل نيوكليس بتاع العين دي بتبعت للثيرد نيرف على الناحيتين فبيحصل ميوزس ان بول ارز. حلو كده؟ جميل. بص معايا بقى ايه رايك لو انا بكلمك على ديزيز اصاب الرتنا زي ارتي اوكلوجن زي دين اوكلوجن زي ريتنال ديتاتشن او ديزيز اصاب الاوبتيك نيرف يبقى كميه الانفلسز اللي هتروح للفري تكتل نيوكليس هتقل طالما الرتنا مش سليم. يعني ترجمه الرتنا لعدد انفلسز بدل ما كان مثلا 100 هيبقى اقل كتير. فلما تروح امبلسز اقل كتير للسنتر اوف ذا ريفلكس يبقى ريسبونس زي ما بيقول كده لكل فعل رد فعل مساهم له في القوه. يعني اذا كل ما كانت الامبلسز هتروح هنا قليله يبقى ريسبونس هيبقى قليل. قليل فين؟ قليل هنا وكمان هنا. حلو. ايه رايك لو في نفس البني ادم بقى حط اللمبه دي من هنا يلا همسح بقى وديتها الناحيه الثانيه هنا ساعتها بقى هغير السي دي اخليها دي بقى دي دايركت ودي بالنسبة لي هي اللي ايه؟ كونسنسور. حلو كده؟ ايه رأيك لما تيجي تنور على العين دي؟ كده أنت بتستعمل الريترا بتاع العين دي ولا لأ؟ الريترا بتاع العين دي سليمة. يعني هتحول الضوء ل 100 امبلس. هتمشي بالأوبتيك نيرف سليم، صح؟ أوبتيك كيازما، أوبتيك تراك، البريتكتال نيوكليس هنا سليمة. وصل لها قد إيه البريتكتال؟ وصل لها قد 100 امبلس. هتبعت لمين؟ للثيرد نيرف على الناحيتين، سلام ولا لأ؟ سلام. يبقى تلاقي الريسبونس هنا حلو قوي وهنا حلو قوي. ايه ده يعني العين دي لما كان النور عليها الريسبونس فيها كان ضعيف قوي. يعني انت استعملت الرتنا والاوبتيك نيرف بتاعها والرتنا او الاوبتيك نيرف بتاعها مش سريعه فعلى الريسبونس فلوس قليل. لكن لما خدت نفس اللمبه في نفس الضوء نفس درجه الاضاءه يعني بس وديتها على العين الثانيه العين دي عشان بتريسبوند كونسنسوال اللي دي التبعيه دي يعني الريسبونس فيها بقى احسن. لانك هنا بقى الريسبونس هنا انت بتستعمل الريترا بتاع مين؟ الناحيه الثانيه والاوبتيك نيرف بتاع مين؟ الناحيه الثانيه اللي هم الفلان. اذا في نفس البني ادم تيجي تنور كده تلاقي ميوزس ضعيف. لما تنور هنا تلاقي ميوزس هنا حلو اعرف على طول ان عنده مشكله في الافرن تصوير مش اللي رايح ده اسمه افرن عشان كده الكلمه اسمها ايه؟ ريلاتيف تو نورمال. عنده افرن باثواي ديفكت او دامج فعمل بيبل ديفكت يعني الفيكو ريسبونس ايه؟ لايت اصبح ديفكتف نتيجه فيجن فين؟ في الافرن باث واي اسمها ار اي بي. طيب يلا نقول ده